تمارس سلسلة تعذيب الأطفال، ومعرفش ده بيبقى بالتحريض مع زوج الأم أو مرات الأب، لكن فكرة أن يقولي والدها هو اللي بيعذبها، والدها قابض عليها. ويمكن دي تاني حالة أو تالت حالة في أسبوع واحد. واحد رمى بنته في النيل وعذبها، بنت بتاعت أسيوط النهاردة في أوسيم في 3-4 أسابيع أب اللي بيعذب بنته. مش عارفة ده بيبقى تحريض من حد تاني. الجريمة أو التعذيب بيتقال إن هو كان بيتعمل في الأوضة دي، الأوضة اللي احنا شايفين عاملة ازاي كده، أوضة في سطوح طوب أحمر في بيت قديم زي ما احنا شايفين اهو البيت والأوضة، هو مكان مهجور. وبعدين أوضة في الآخر خالص. انتي تعالي، انتي اسمك ايه؟ تعالي متخافيش متخافيش، قوليلي بقى كانوا مقعدينك فين؟ في الصالة كانوا مكتفني. مكتفك فين؟ تعالي وريني. كانوا رابطينك فين؟ هنا، كنت قاعدة هنا، كنت لابسة الشبشب ده، كانوا بيفضلوا يضربوني. مين هما بقى؟ محمود وبطل. مين محمود ده؟ باباكي؟ كتفني بالحبل. كتفك بايه؟ بالحبل وبالخرطوم اللي هو اللي جوه ده. بس هاتيهولي ده. بيكتفك بده ولا بيضربك بيه؟ بيكتفك بيه السلك ده. السلك ده وفي بالشاكوش، كان بيضربني بيه على صابعي. كان بيجيب الشاكوش وايه؟ كان بالشاكوش ويضرب فيا بالشاكوش. باباكي؟ عشان عملتي ايه بقى؟ عشان رحت عند الناس دي وبقول لها عايز اكل، راح هو سمع ان انا بقول للناس اللي قدامنا، بيقول لي انت ايه اللي هلاك تنادي على الناس، راح فضل يكتفني وانا كنت مكتفه. قعدني خمس هنا. خمس ايام؟ بتاكلي ازاي؟ كنت باكل هنا، كنت بقطع الكيس وباكل، برمي الكيس في الشارع. الكيس ده مين اللي بيجيب لك الاكل اللي فيه؟ اللي قدامنا دي. اللي قدامكم هي اللي كانت بتجيب لك الكيس؟ يعني باباكي ما كانش بيطلع لك اكل؟ سايب لك خمس ايام فاكر انك ما بتاكليش؟ هو ضربك وكتفك في الاول عشان قلت للجيران عايز اكل؟ ما كانش بيجيب لك اكل ليه؟ عشان بقول للناس عايز اكل. انت باباكي ما كانش بيعمل اكل في البيت؟ كانت هي كانت بتعمل الاكل وهو بيقول لها طلعي لها اكل، قالت له لا لما تسمع الكلام بطلع لها. كان بيفضل يقعدني هنا على السلم واحمد كل يوم بيطلع لي اكل. طب وانت قلتي للناس اللي قدامك عايزه تاكلي ليه اما انت في اكل في البيت؟ ما كنت عايز اكل وهو كان في الشغل، فلما سمع ان انا بقول للناس انا عايز اكل جعانه، هي كانت رايحه عند امها وهو كان في الشغل، فلما سمع ان انا بقول للناس عايز اكل يا خالتي قالت لي ماشي. لما هو سمع وهي شافت قالت له يا محمود افضل اضربها وكتفها لي جوه. اللي هي بطه دي؟ هي لما راحت لامها وهو راح الشغل ما كانش في التلاجة عندكم حاجه مثلا؟ عيش ولا اي حاجه؟ لا. سايبين البيت فاضي من غير اكل يعني؟
سبوكي عملوا ايه بقى؟ ضربوكي بالشاكوش فين؟ هنا على الصدر. ضربك على رجلك بالشقورين؟ بس ما ضربكيش في حتة تانية؟ ما ضربكيش بقى في حتة تانية؟ ولا حرقك ولا أي حاجة؟ لا، هو لما سمع في تعوير على ظهري راح حط برسيل وكلور على ظهري. مين اللي عملك التعويرة اللي في ظهرك؟ ايه؟ محمود. مين اللي عملك التعويرة؟ محمود. محمود ده باباكي؟ انت مين اللي حط كلور على ظهرك؟ سامي حمام ولا ايه؟ هو انت رحتي عملتي حمام فجأة كده؟ ما بتقدريش تمسكي نفسك؟ ما بتقدريش؟ ها؟ عندها شبه تبول لا إرادي. طب تعالي البسي شبشبك قولي لي بقى. حكاية ظهرك دي بتقولي لي محمود هو اللي ضربك؟ كان بيضربني بالسيخ. سيخ؟ سيخ سخن يعني؟ سخن السخن بيسخنه وبيفضل يضربني على ظهري. وبعدين بقى ويجي يحط كلور عليه؟ بيرسل وكلور. ليه؟ بيقول لي عشان تخف. بيرسل وكلور على الجرح بتاعك عشان تخفي؟ طب وريني كده. ده ما كانش كده بتقولي كان اكتر؟ لما خلت المرة اللي قدامنا دي وديتني دواء كريم بقى يخف بقى. يعني دلوقتي هو خاف؟ اه. عندك تعذيب في حتة تانية؟ لا، عندي هنا الحتة دي البنس. حسبي. دي ايه؟ بالبنسة؟ يعني ايه؟ بالبنسة بالزراديل. تعمل ايه؟ يقرصك بيها يعني؟ الحتت دي كمان بالحرق. الايه؟ المعلقة، بيولع المعلقة وسخنها ويقول لي عشان تحت. كل ده عشان ايه؟ عشان بقول للناس. كل ده عشان بتقولي برضه الناس ان انت جعانة؟ هو بابا كان بيشرب سجاير او بياخد حاجة؟ بيشرب سجاير، وكان لما عنده صداع بيشرب بياخد صداع برشام. بابا بياخد برشام. يعني كان بيحرقك بالمعلقة انت جايب يا راضي؟ وده بالبنسة كل ده وانت محبوسة هنا؟ وخمس ايام ما بيجيش جنبك ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجة؟ العصاية على وراكي هنا بيفضل يدب فيها وانا متكتفة. يعني وانت متكتفة يضربك بالعصاية بالخرطوم ويقرصك بالزرادية ويحرقك بالمعلقة السخنة والسيخ في ظهرك؟ عشان لما كان بيبقى عنده صداع كان بياخد برشام. وريني ظهرك تاني يا حبيبتي. بس حرق ده حاطط لها كلورو برسيل بيهري جلدها. بص جلدها مهري كلور. تمام من السلك ولا كده؟ دي ما كانتش كده، ده انا كنت ورمه اللي قدامنا دي. الله ده مطرح الربط. مطرح الربط وخرط. بص يا رب،
مطرح ايه؟ والسلك. مطرح ما كان بيربطك بالسلك والخرطوم. وريني ايديك التانية. في حاجة فوق ولا هو ده بس؟ ده مطرح ما كان بيربطك في رجلك؟ طب سيبيهم كده. دي دقة شاكوش، يعني يربطك بين رجلك وايديكي كده بالسلك جامد قوي كده ويروح ضربك بالشاكوش. فات كام يوم على مكان على 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 مكان بيعذبك؟ كنت قاعدة يومين. لا يعني قصدي دلوقتي فات كام يوم هو مش موجود فيهم؟ يعني قصدي اقول ان دي اصابة كده خفة، كده الاصابة دي خفة. يعني هي بتقول كل حاجة، تقولك ما كانش كده ما كانش كده، يعني ربطها هنا بالسلك وبعدين فضل يضربها بالشاكوش على رجليها صح؟ دي ما كانتش كده، دي كانت عاملة كده، كانت زي دي هنا بس دي كلها كانت كبيرة كبيرة ورمة. خفت. ما انا ده اللي بقوله، ان الناس لازم تفهم ان ده جروح خفة، ويروح ضربك بالشاكوش بقى على رجلك هنا على صوابعك، صوابع هنا وصوابع هنا بالشاكوش، ويحرقك بالسيخ في ظهرك، المعلقة السخنة في رجلك وبالزرادية، ويقعد 5 أيام مكتفك هنا بالسلك ده اهو. بالسلك ده فين ماما يا حبيبتي؟ أنا واحدة. في كذا ماما؟ يعني في ماما واحدة واتنين؟ لا أنا عندي أمي تانية حقيقية. الحقيقية فين؟ ما أعرفش مكانها، ما أعرف إن هي ساكنة بعيد، ما أعرفش مكانها. اسمها إيه؟ ما أعرفش. عارفش اسمها إيه؟ مشيت من إمتى؟ إحنا كنا قاعدين معاها بس ما أعرفش، راحت سايبة الشقة ومشيت. احنا نعرف ان هي قاعدة بعيد ساكنة في شقة تانية. متجوزة؟ ما اعرفش، انا اعرف ان هي متجوزة راجل. متجوزة راجل تاني؟ مخلفة بنتين ولدين. مخلفة بنتين ولدين. وانت عندك اخوات؟ اخوات انا عندي اخويا احمد، ولما لما بنت كانت موجودة كانت هي مخلفة كركور. لكن احمد ده من مامتك وباباك، مامتك الحقيقية؟ كنا احنا مخلفين منها، كانت هي مخلفينها. خلفاكوا وسابتكوا ومشيت وراحت اتجوزت وخلفت بنتين وولدين. انت عمرك ما شفتي البنتين والولدين دول؟ انا شفت بنت واحده بس، انا شفتها ابويا لما مسك البيت وقعها، مسكنا وقال لنا يلا يلا لما حاجتكوا وهنمشي على طول. مين ده؟ هو ابويا. شفتي بنت واحده من بناتها امتى؟ ما اعرفش، قبل ما نيجي هنا. شفتيها فين البنت دي؟ ما انا شفتها مع امها. مامتك؟ ابوكي قال لك يلا بينا؟ يلا بينا منين؟ نمشي. من عند مامتك يعني؟ هو مسك البنت وقعها وهي ماتت. ضرب بنتها موتها؟ يعني شالها كده وراح وقعها. رحتوا عند ماما البيت، خد البنت رماها في الارض وقال لك يلا؟ انا واحمد كنا صغيرين، ولما جينا هنا كنا قاعدين في الشقه اللي فيها المصنع، كنا احنا قاعدين فيها، كانوا لما بعمل حاجه غلط على نفسي كان هو بيشني كده ويدبني في الارض، لما بيعمل في البيت كده كان بيشني كده هو واحمد ويفضل يضربني. واخوكي كمان كان بيضربك؟ بس اخويا لما شاف بطة كانت بتضربني كان بيحوش عني. لكن لما باباكي بيضربك هو بيضربك معاه؟ كان بيعذبك برضو العذاب ده معاه؟ لا هو بس ابويا هو كان بيكتفني وقال له احمد، قال له فكها يا ابويا، قال له لا لما تحترم نفسها وتسمع الكلام ابقى فكها. وهي بطة هي كانت بتسلطه،
كانت بتقول له كل حاجة، كانت بتقول له احرقها، كتفها، مش عايزاها قدامي. هي كانت بتقول له كده، بتقول له مش عايزاها قدامي. بتقول له مش عايزاها قدامي، طلعها لفوق عشان لو ما طلعتهاش فوق انا همشي، اسيب لك البيت وامشي. هي مرات بابا اللي كانت بتقول له كده، كان بيطلعك فوق عشان البطه ما تمشيش. هي فين بطه دلوقتي؟ ما اعرفش. انا اعرف ان هي عند اخوها اسمه حماده، قريب يعني. عندها اخت برضك اسمها منى وزياد. ما تعرفيش اسم ماما ازاي؟ والله ما اعرف، هي ما قالتش اسمها ايه. تعرفي ساكنه فين ولا اي حاجه؟ دي اخر مره صغيره صح؟ صغيرة أدي البيت حبيبة صغيرة. طب ما تندهيلي أحمد كده أخوكي من بره. قولي بقى يا أحمد، باباك كان بيضربها ليه؟ وهي ما كانتش بيضربها قبل الطق. يوم اختي كانت في المدرسه الاول، وانا كنت في المدرسه اول لما اتجوزها، فهي كانت بتعامل لما اتجوز بطه دي. فهي كان بيعامل كانت بتعاملني انا وحش، هو كان بيحبني وبيحب اختي. فهي لما سبت المدرسه او اشتغلت هي ده بتحبني قوي، بس جت عليها هي فكل شويه تضربها. فهي جيت في مره لقيتها كنت انا جاي مخلص من الشغل وروحت، فبقى لقيتها كانت عمالة تضربها، راحت ماسكة الشورة راحت خبطها على راسها، راحت دماغها راحت مفتوحة، راحت دماغها راحت مفتوحة، راحت خيطها لها. فأنا إيه لما زعقت معاها ضربتها بإيه؟ بالشومة على دماغها. بالشومة؟ أجيبها لك لما أنزل بجيبها لك. راحت ضربها بالشومة على دماغها، فأنا إيه رحت أبوها كانش ساعتها كانش لسه جه، أبوها معاه توك توك. فهي رحت مزعق معاها بقولها انت كافره ومش كافره. فهي راحت لقيتها راحت ضرباني بالقلم، رحت سايب البيت ورحت ماشي. فهي بعديها بساعه لقيت ابويا جه، لقيتها بترن عليا بتقول لي خد يا احمد ده ابوك لما انا في الشارع وحالف لو شافك هيدوسك بالتوك توك. فهي لما انا خفت على مين؟ على اختي ديت واخت منى الصغيره اللي هي جايه منها هي. فهي لما جيت لقيت ابويا عادي بيقول لي يا ابني اللي حصل، حكيت له خدوها راحوا خيطوا لها وقال لي احمد ما تزعلش، وانا ايه بعاقبها لك ايه؟ بعاقبها لك بعاقبها لك امي. قلت لها ماشي، قلت له ماشي. عاقب مين؟ بطه دي؟ بس فهي خلصت وتاني يوم ماشي عادي، لقيتها جايه بتقول لي ابني ينفع اديني يا ماما ضربتلكش اختك، ينفع اللي هي بتقوله في المدرسه دوت وبتعمله؟ ولا بتعمل ايه؟ بتقول لي دي بتاكل من الزباله، بتاكل من الزباله وبتقول وبترجع في بترجع على الدكة اللي هي قاعدة عليها وبتفضل نايمة في المدرسة. بس فغير أنا الصراحة أنا قلت يمكن ده بجد، رحت أنا رحت من ده بالقلم أختك. بس ضربها بالقلم عشان أنا ما بحبش حد يضربها، يا إما أنا يا إما أبويا، عشان أنا أي حد تاني دمي بيتحرق وكده بمسكه أقتله ساعتها عشان دي أختي. المهم فإيه أبويا لما جه فبيقول لي إيه اللي حصل؟ بقول اسال امي، امي حكيت لها كل حاجه. راح ضربها ورحت انا ايه رحت حايش عنها، قال لي ماشي يعني بعد كده انت اللي تضربها وكده. قلت له انا اللي مسؤول عنها، بطل يضربها. فجت في ايه ايام انا كنت ايه مش امك فين؟ امنا ما اعرفش مكانها فين خالص. كنت كل بسال ابويا يبقى خلاص هيقول لي، بس ايه بتندهله بتندهله في الاوضه وتيجي تقول له مش عارف ما بسمعش، وراح جاي بيقول لي ما اعرفش. اسمها ايه يا امه؟ اسمها اسماء. هي امي اسمها اسماء مش بطه، واحده تانية. اسمها اسماء ايه؟ لا. ساكنه فين؟ اخر مره شفتوها امتى؟ وانا صغير كنت ازعل منها، كنت قدها كده وهي كانت لسه صغيره تسحب على الارض. هي كانت بتسحب على الارض؟ لسه صغيرة أوي، أنا كنت قدها حد يعني،
وش قالتش عليكم ممكن من ساعتها؟ لا ابويا ساعتها كان بيقول لها خدي 500 جنيه وخليها عندي كل يوم شهر خدي 500 جنيه. قالت له لا. قال لها خلاص خدي 1000 جنيه. قالت له لا لا لا. هي قالت له لا. هي ما كانتش عايزه تاخد اختك؟ اه لان هو عارف ان انا عن نفسي انا ممكن اشيل البيت بحاله في الشغل. المهم لما اتجوزها وكده جه عليها كام يوم كده بقت تفضل تمسك فيها تضربها وانا ما كنتش اعرف. كنت اجي بالليل خالص تلاقيها جابت لما كتفوها هنا بالسلك والخرطوم كده قعدوا 5 ايام ما يطلعولهاش اكل؟ لا هي جت كتفتها هنا كتفتها طلعتها هنا كتفتها فهي اسمها ايه ابويا كان بياكلوها ولا ما كانوش بياكلوها؟ هي ما بترضاش تاكلها خالص ولا تديها بق ميه. فهي ابويا يجي الساعه 3 بالليل خالص يروح ايه جاي يروح جايب نص فرخه ربع فرخه اي اكل يشتروه لها وايه ويطلع يروح ماكلها من غير ما هي تعرف تكون هي نايمه بالليل خالص يطلع ياكلها لها ومفيش اي حاجه. مش هو اللي ها؟ كان بيطلعك على السلم تاكلي؟ لوحدي. بتقولها مش عايزاها في الشقه و يا اما انا يا اما هي يا اما انا اللي اقعد يا اما ايوه عايز اعرف حاجه بس هو اللي كان بيضربها بيسخن السيخ ويحرقها لا دي هي سخنت مره المعلقه كنت انا موجود وزعقت معاها برضه. طب وظهرها؟ ظهرها دوت عشان هي كانت مع مش عارفه بتحميها كانت بتحبيها بالميه. لا مش هي هي كانت بتسخنها الميه السخنه عشان تستحمى فهي ايه مش عارف ايه قالت لها ايه يما مش عارف ايه كده وهي في الحمام كانت طبعا تستحمى راحت دار عليها الميه السخنه. امال هي بتقول كانوا بيسخنوا مش بتقولي بيضربوني بالسيخ؟ لا ده هي اللي في ظهرها دوت البرسيل في ظهرك في اللي اسمه دوت اللي سخنت عليها ميه سخنه. يا بابا كان بيضربك ولا لا؟ بيضربك صح؟ اه بيضربها؟ اه وهو اللي مكتفك كده صح؟ اه وهو اللي عمل بالمعلقة السخنة؟ اه كان هو كان بيسخن معلقة وبيساني بهنا كانت جيت مرة هو لسعب المعلقة في رجليها شاكوش وضربها بالشاكوش؟ مش كان ضربها ايوه على رجليها والسيخ؟ لا مش كانت هي اللي كانت مسخنه المعلقه مش بسيخ كانت هي جايبه المعلقه كانت بتحرقني هنا كانت هنا كانت اللي قدام كان لازق في اللاك كنت انا مش عايزه اقول لها. كنت بتعملي حبيبتي تعوزي تعملي بيبي مثلا تعملي فين؟ جوه هنا على الارض. والتواليت برضو التاني ده بتعمليه جوه هنا؟ لا ولا ايه؟ انا بعمل حمام هنا ساعات لما هو بيسيبني هنا. بتعملي حمام هنا؟ وكنت بالليل هنا بتعملي ايه لوحدك بقى؟ كان بيبقى ضلمة صح؟ كان بيسيبني هنا كان بيقول له نامي لوحدك. كان جايب لي البتاع دي وكان بيخطين بيها بيقول لي خديها وتغطي بيها. والدنيا كانت ضلمة صح؟ اه. تقعدي لوحدك خالص هنا في الأوضة في الضلمة؟ كان هنا في اللوج. هو مفيش نور عشان يدفي؟ فعلا كان في نور هنا السلك في لمبه هنا ولمبه هنا ولمبه جوه. كان في حاجه كنت انا فين اللمبه دي؟ ما انا خدت كل دوت وديته هناك في الورشه عندي شغلت حطيت الحمام كله هناك وحطيت اللمبه دي هناك عملت بس كان بيسيبك في الضلمه بيطفي النور يعني؟ اه كان بيشيل الفيش. ليه بيشيل الفيشه بالليل؟ اه الساعه 1 بيشيل الفيشه عشان مراته هي اللي كانت بتقوله شيل الفيشه؟ اه تقعد في الضلمه؟ اه. طب تعالى يا احمد اطلع لي كده مره. يعني انت كنت قاعده هنا في الضلمه ما كانش في الشمس دي مربوطه وبتعمل حمام هنا صح؟ بتقعدي تعملي ايه طول اليوم؟ كنت بقعد هنا لوحدي ما اكلتش ولا كنت بتغطى بتاع دي. بيقول لي كان بيطلع لك نص فرخه بالليل؟ لا
ده من اول ما قلت له انا هسمع الكلام ومش هعمل حاجه تاني. فمره جابلك؟ كان طلعني هنا على السلم ومقعدني هنا. فلما قال لها تحط لها شويه رز اكليها، قالت له لا انا مش هطلعها، انا احط لك انا احط لها وانت تطلعها، انا مش عايزه اشوفها. هو مسك الطبق وقال لي خدش مش تسمعي الكلام كل دي مره يعني. في العادي انت كنت بتقعدي هنا لوحدك ما تعمليش حاجه؟ لا. امال بيقولوا لي ان الجيران كانوا بيجيبوا لك اكل بالعصايه. كنت انا مش من ساعه ما ما سمعتش اللي انا بقول للجيران عايز اكل، هو ما كانش عارف. فلما عرف اخذت مقبوله. لا يعني وانت متكتفه هنا كانوا بيجيبوا لك اكل بالعصايه؟ كنت انا ساعتها كنت بفك نفسي. ساعتها بقى كان هو بيكتفني حلو عشان ما اعرفش افك نفسي. كان بيبعتوا لك اكل بالعصايه عشان كنت بتعرفي تفكي نفسك، وبعدين ربطك اكتر عشان ما تعرفيش تفكي نفسك وتاخدي الاكل منهم. اللي هو الشباك اللي هناك ده. الجيران هنا الناحية التانية كانوا بيجيبوا لك العصاية الأكل؟ أنا بفضل أندلع. إن محمدة بتقول لخالة مقبولة إن هي سهير نادت عليكي، قالت لها أنتي بتسيبيها فوق، قالت لها عشان هي تسمع الكلام وأبقى أنزلها وتاكل وتشرب. فخالة مقبولة كانوا بيدخلوا لك من الشباك ده بالعصاية الأكل؟ بقف على الصفيحة دي كنت بمسك الكيس منه. كنت بتفكي نفسك وتطلعي على السلم هنا كده وتاخدي منهم الأكل. السلك ده مين اللي عمله بقى؟ أخوه. هو؟ بتحبي بابا حبيبتي؟ لما عرفت إن هي بطة بتسلطه كنت بحبه عادي. كنت بحب بط لما عرفت ان هي بتسلطه وتقول له كتفه وضربه وقول له عليها برسيل، قلت لا مش هحبه تاني. انت عايزه ماما ولا ماما؟ ليه مامتك مش بطه، مامتك التانية؟ لا مش عايزاها. ما تعرفيهاش انت؟ لو قلت لها خديها لو عارفاها تقول لك لا مش عارفاها. لو انا قلت لها خديها هي مش هتاخدها، مش هتاخدك. لا اخوكي بيقول قبل كده ان هي ما رضيتش. امال انت هتعملي ايه يا حبيبتي؟ هتقعدي مع مين؟ مع خالتي مون. جارتك دي؟ هي لما سمعت ان انا مضروبه بالحكايه دي هي كانت واخداني عندها، بتاكلني وتشربني. بس عندها عيال. عندها عيال تاني؟ سجود وحنين ومحمود. انتي زعلانة طبعا صح؟ ايه؟ زعلانة صح؟ زعلانة انك اتعذبتي واتوجعتي وكده؟ زعلانة عشان هو بيسلطه ان هو بيقول لها انتي بتضربيها ليه؟ انا مش قلت لك ما تضربهاش. لما اجي بيقولي لي قالت له لا عشان هي بتروح عند الجيران والجيران قالوا لها انت عايزه تاكلي. لا يعني انت دلوقتي مش زعلانه ان ما عندكيش ماما ولا بابا؟ لا انا عندي اب وام. انا بقول لخالت منى يا ماما، بقول لعم تامر يا بابا، واحمد كان كل يوم بيجيب لي حاجه حلوه بالليل والصبح. بقول لعم تامر يا بابا، وبتقول لخالتي منى يا ماما، والآية اتقلبت في كل حاجة، وبقى الأب اللي من لحم ودم مش أب، وبقت الأم اللي من لحم ودم مش أم، وبقى اللي بيلاقي جار أو اللي بيلاقيه في الشارع أو هو بيبقى الأم والأب الحقيقي. مع الرجالة كان بيشرب سجاير. بيقعد مع الرجالة يشرب سجاير. عارفة محمود اللي هو فاتح جراج؟ كان بيروح يقعد معايا. محمود فتح جراج تحت؟ لا تحت في الحرية.
الدم بتاع اللحم. بيروح يشرب معاه سجاير وبياخد برشام. برشام صداع. اب بياخد بنت كملتش 10 سنين عشان مرات ابوها مش عايز تشوفها ولا عايزاها، يربطها بسلك وبخرطوم لدرجة ان هو يحبس دمها وايديها ورجلها يورموا جدا جدا جدا. يقعد 5 ايام ما بيبعتلهاش ولا اكل ولا شرب. جيران يدوها اكل بالعصاية الشباك وتدلق عليها مية سخنة، مية مغلية، تاخدها وترميها على ظهرها، وبعدين يجيب كلور ويرشه على الحرق ويسخن المعلقة ويحرقها ويقرصها بالزرادية ويربطها ويجيب الشاكوش ويخبط على صوابع رجليها. تشربوا مخدرات زي ما انتوا عايزين، لا تعليق. والله العظيم والله العظيم عندي حالة من غسالة حاسة عايزة ارجعها، يعني مش عارفة حتى اعلق. انا تعبان عمال بقى وحيمكن الابدايه ليه. عملت ايه بقى يا منى؟ خدتيها ازاي ولا ايه اللي حصل؟ كنت اجيبها من والدها، لقيتها بدايه الحكايه يعني هي متكتفه هنا وبتاع، ابوها اتقبض عليه صح؟ لا، هي مرات ابوها اللي اتقبض عليه، هو مرات ابوها اللي اتقبض عليها، بس ابوها لابوها هربان مشي. مين اللي بلغ؟ جارتي، بس انا ما كنتش راضيه ابلغ لسبب. انا وكيل النيابه قال لي هي تقعد معاكي بس لازم نوديها ملجا تتبنيها منها، بس انا هتبناها لان هي شافت عذاب كتير. انا حضرتك قبليها الاسبوع اللي قبل اللي فات طلع لي الساعه 4 الفجر لقيتها عريانه بجلابيه بنص كم. بقول لها مالك يا سهير؟ قالت لي يا خالتي ده بابا نايمني على السلم وقال لي نام للصبح. قلت لها طب هو فين؟ قالت لي ده هم نايمين ونزلوني. خدتها من الساعة 4 أنا وجوزي وإحنا قعدنا بيها لحد الساعة 8 الصبح، ما دورش عليها ولا سأل فيها. نزلت له قلت له يا محمود حرام عليك أما تسيب بنت زي دي في الشارع، ده أنا تامر جوزي يعني محسش إنها مش موجودة. حس ونزل دور في التوك توك وما دورش عليها، هو بيقول لي دورت ما دورش لأن أنا عمالة رايحة جاية أدور عليه اللي هو يشوفها يعني يقول يا فين، ما سألش. راح تعمل جوزي نزل له قال له محمود اتقي الله في البت دي، قال له يا عم دي مجنونه. قلنا له خلاص هي مجنونه وديها لوالدتها. راح قال لي ماشي خلاص. قلت له هات شهاده الميلاد وقسمت الطلب بتاعت والدتها وانا هوديها. جينا بعديها يوم الاحد لقيتها حماته ومرات ابوها نادوا عليا قالوا لي يا ام سجود احنا هنروح نوديها لامها. قلت لها ماشي وانا هروح معاكم، انا جبت بطاقتي وهروح القسم نعمل انا واحده اسمها ام ايه بلاغ اللي هي البنت دي امها واحنا مش لاقيين امها. قال لي ماشي. جيت يوم الاحد اخر النهار بنادي عليها من تحت بقول لها يا بطه هي إيه سهير فين؟ قالت لي تعالي يا ام زهود اطلعي. انا بصراحه ما كنتش عايزه اطلع لان انا ايه هو كان ساكن تحتيه بس من ساعه ما اتجوز انا ماليش دعوه بيه. رحت طالعه بالصدفه لقيت البنت دي ايديها كده ورجليها ورمة جامد وعريت لي ظهرها مكوب. رحت قلت لها يا نهار ايه ده اللي عامل في بنتي دي كده؟ راحت قالت لي ده احمد اخوها. قلت لها وانت سبتيه لي يعمل فيها كده؟ قالت لي عشان بتروح تاكل من عند الناس. قلت لها والله يا بطه انت ومحمود سهير دي هتوديكوا في داهيه. انت عارفه البنت دي لو جرت لها حاجه هتتحبس. قالت لي لا والله انا تعبت طب انا اعمل ايه؟ قلت لها تعالي نوديها لوالدتها. الكلام ده يوم الاحد. راح قال لي لا اما تخف ده لو راحت كده هيحبسونا.
وانا فعلا لو رحت بيها كده هيحبسوني، اقول انا اللي بعذبها. جيت يوم لحد الكلام ده نزلت قلت لجوزي، راح تامر قال لي بقول لك انا لو طلعت هعمل معاه خناقه. قلت له طب اعمل ايه؟ البنت هتموت وانا حاسه ان هي حرام. انتوا عارفين بقى انها مربوطه هنا؟ لا انا ما اعرفش ان هي مربوطه، هي البنت قعدت اسبوع مش باينه. ما اعرفش، انا بحسب هي على طول مختفيه. هي على طول يعني عم بتعاملها مش معامل هو وابوه، يعني ابوها معاه عيله تانية بيعاملها كويس كويس قوي. دي لا، دي عمره ما اداها كيس بوزه تجيبه، عمرهم ما طيبوا خاطرها باي كلمه. رحت طلعت له بقى يوم الاثنين، خدت معايا راجلين من الشارع وخدت تامر جوزي وخدت ام ايه دي وطلعنا. قلنا له احنا دلوقتي عايزين نوديها لوالدتها. قال لك لا ما تخافوش. قلت له لا البنت دي لو عايزه اكتر من كده هتموت. قال لي لا ما ينفعش يا مصطفى. قلت له لا ينفع، بقول لك انا هاخدها هتبنيها. راحت ردت مراته قالت لي انت تتبنيها في حاله واحده لو امها ما رضتش تاخدها. قلت لها طب يمكن احنا هننقذها من اب، هنروح نوديها لجوز امها يبقى اندل منه من ابوها. انت ايش عارفه؟ لو امها رمتها من زمان وعرض عليها ياخدها من عمرها 11 سنه ولا عارف ولا راضي يقول ولا راضي يديني عسيمه ولا شهاده ميلاد، ملهاش اي حاجه، ملهاش وجود. دخلت مدرسه ازاي؟ دخلت المدرسه مع هو دخلها، بس انا طلبتها منه مش هتديهاني خالص. ورقها في المدرسه اكيد؟ ورقها من المدرسه بس مش عايزين. احنا عارفين. الله يخليكي توديها يعني تجيبي لي لوالدتها، لو والدتها مش عايزه انا هتبنى. ايوه ما احنا نعرف والدتها من شهاده الميلاد اللي موجوده في المدرسه. اسمها خالص انا مش عارفه خالص. عارفه فين المدرسه اللي هي كانت موجوده فيها؟ هنا في مجمع المدارس، مدارس بشتين. تروحي تطلبي شهاده الميلاد؟ مش هيرضوا يديهاني. اسمها ايه المدرسه؟ مجمع بشتين. لو رحت مش هيرضوا يديهاني، هيقولوا لي ايه؟ انا خدتها بقى اليوم ده وطلعتها عندي، خدتها يعني ايه؟ قلت لها روحي. انت عايزه تبنيها ولا عايزه ترجعيها لامها؟ انا عايزه لو ما لقيتش امها هاخدها. ما حرام كفايه عيله 10 سنين الظلم ده كله. يعني عيله بصي ايديها دي من كتر الضرب ماتت، ما بتعرفش انا باكلها انا. وديتها للدكتور اهو، وكتبتها عند الدكتور باسم تامر محمود، ما كتبتهاش باسم ابوها. حتى وكيل النيابه اما بيقول لي كتبتيها ليه كده، قلت له عشان هي مالهاش اب يعتبر. اما اب راضي على عيله كده صح ولا؟ بس هو كان كويس. مين اللي بلغ الشرطه بقى؟ جارتي هي اللي بلغت، بس انا ما كنتش عايزه ابلغ لسبب قلت هيبهدلوها. الشرطه لما جت قبضت على مين؟ ما قبضتش على حد يعني؟ ما قبضتش على حد، كان هم هربوا، خدتنا انا وهي. حتى هناك لما عمل محضر عملوا بيه اسمي انا وهي. وهم قبضوا على الست ولا لا؟ قبضوا على مرات ابوها، بس بيقول لك هي هيطلعوها، هي مالهاش ذنب. يعني هي مالها؟ ما انا اقول لك مالها ايه؟ ما هي معذباها. بس الركع على الاب، هو الاب اللي بيضرب. هي بتيجي تقول له بس انت ليه على عيلك كده؟ صح ولا لا؟ مش بتقولي ده لقيت عليكي ميه سخنه؟ لا هو كان بيدلو عليا ميه سخنه. هو برضه؟ انا لما وديتها للدكتور ده راح لي لازم تعملي محضر. هي مقبوض عليها دلوقتي؟ هي مقبوض عليها، لكن هو لا هو هربان؟ هو هربان مش عارفين طريقه، وانا اصلا ما اعرفش طريقه. يعني حتى اما عملت محضر في الاسم جو بيقولوا لي ده هيولعوا في شقتك وهيعملوا وهيخطفوا عيالك. قلت لهم يعملوا اللي عملوه، اما اجيب حق عيله يعملوا اللي عملوه، انا ما بخافش عامه، اللي يحصل يحصل. بس يعني عيله بصي كل حاجه محرومه منها. ده بتقول لي بصيني يا ماما، يعني انا هي حنينه قاعده تطبطب على شعري بصيني يا ماما. انا ما قلتهاش قولي لي يا ماما، هي لوحديها تقول لي قولي لي بصيني يا ماما وطبطبي عليا. بقول لها ليه يا سهير؟ بتقول لي انا ما حدش طبطب عليا، بصيني عشان معايا حنين بنتي ضربتها، رحت بطبطب عليها راحت قالت لي خديني زي حنين. يعني عيله زي دي 10 سنين، يعني عيله 10 سنين حرام من الظلم ده؟ يرضى ربنا كده؟ حتى لو في ذنب اخطاته ايه اللي ذنبه؟ حتى مطلعين عليها هي مجنونه عامه. هي طبيعية صح؟ هي كويس، هي بس فيها حاجات يعني بتتخيل حاجات. تتخيل ايه بقى؟ تتخيل بتقول لي القرد بيكلمني. قلت لها فين يا حبيبتي القرد؟ قالت لي اهو، وانا ما شفتش قرد. قالت لي ده البحر، انا ماشيه رايحين النيابه، قالت لي ده بحر وهو مش بحر ده تراب. قالت لي ده السمك بيمشي في البحر ومش تراب. راحت قالت لي ده الحقي جدي بيجي يقرا لي قران. راح تامر قال لي ممكن عشان هي قاعده في الاوضه ممكن ملايكه بتقرا لها قران عشان بتحرسها. بس يعني هي واخده ضرب على راسها برضه. كانت الحته دي ورمه، بس انا يعني ده كانت شكلها. هي واخده ضرب على راسها. جارتي مسجلاها وهي ورمه، ده هي خفت. ده انا بصي يعني وديتها للدكاتره وعملت لها تحاليل، رحت في نفس اليوم. حتى هو تاني يوم طلع اتاسف لي وقال لي معلش انا غلطان، انا معلش عملت فيها كده، انا ما كانش قصدي معلش. انا والنبي يا مسجود ما تبلغي عني. قلت له والله انا ما بلغت ولا هبلغ. خلاص هو يا محمود انا هاخدها، واما تخف هوديها لوالدتها. قال لي اهم حاجه والدتها. قلت له هوديها لوالدتها، بس والدتها ما لقيناهاش انا هاخدها. هو ما قالكيش عنوان والدتها؟ لا مش راضي خالص. هي اخوها برده مظلوم معاها،
يعني عيل من 10 سنين طافح الكوته والقرف. هي عندها كم سنه انت؟ عندها 10 سنين واخوها 15 سنه. هي عندها 10 سنين دلوقتي، بس يعني ايه مش بتتعامل مع الاطفال الكبار خالص. مش مع الاطفال، مش عارفه تتعامل مع عيالي خالص، اكنها طفله مش بتلعب معايا. ايه بقى؟ ما اعرفش، حتى انا عايزاها تحاول تلعب مع عيالي. مش ما بتلعبيش ليه معايا؟ مش عارفه، ما اعرفش العب. يعني ايه ما بتعرفيش تلعبي؟ ما بعرفش العب معاهم. ليه؟ عشان ايديهم ما بعرفش احركهم، ما بعرفش اجري. هي مش قادره جسمانيا، مش عايزه. هي مش حتى من كتر يعني القعده لوحديها، اصل هم ما كانش بيقعدوها مع حد، كانت بتربي اختها الصغيره ليها. هي عشان كده ايه ما بتسمنش مع طفل، يعني مثلا هي وعيال لو لعبوا تقعد تعيط، لو كلموها تعيط. اي حاجه تعالج. لا عشان نفسيا اكيد مدمره من اللي حصل لها. طبعا يعني دي لازم تتعالج نفسيا طبعا. كل حاجه، بصي حضرتك صوابعها ما تقدرش تتحركها ورجليها كلها. يعني بصي من اول فوق هي بتقول لي كان بيعمل لي بالزراديه، صح سهير؟ هي قالت بالزراديه. قلت لها مين حتى ظهرها من هنا؟ انا وديتها لدكتور استشاري كبير في المهندسين. راح قال لك دوت تاثير حرق، وانا هعالجها وهعمل لها جلسات وهعمل لها كل حاجه. يعني بتعدى يعني هيكويها من كل حاجه. الدكتور ده قال لك انا متكفل بيها. طيب الله يخليك، احنا عايزين تعرفينا طريق والدتها. حاضر، استنوا بس هنا. بالنسبه لمدام اسماء الام اللي من 10 سنين حسب الروايه، ممكن تكون دي مش دي روايه، لان الاب اللي يعذب بنته بالطريقه دي اكيد هو زوج لا يعاشر. فهي اسماء من غير ما اشوفها اكيد كانت لازم تمشي. هل هي سابت عيالها مجبره لان هو مش عايز يقول اسمها، مش عايز يقول عنوانها، مش عايز يقول هي فين؟ فانا مش عايز اظلم الام لغايه دلوقتي. لغايه دلوقتي مش عايز اظلم الام، لان واضح من الكلام ان هو اللي مش عايز يرشد ولاده على مكان الام، وبيقول لهم اصل انا عرضت عليها 500 جنيه ما رضيتش تاخدهم. ده الكلام اللي بيتقال للولاد اللي ممكن يبقى مش حقيقه. طيب ما حاولتش ليه تقول لهم امهم فين وهم يروحوا يقابلوها؟ ليه مش عايز تقول لاي حد من الجيران ولا اسمها ولا مكانها؟ فلغايه دلوقتي انا هدي فرصه للام. انت اسمك اسماء، واكيد عارفه احمد وسهير، حتى لو ما شفتيهمش من هم يعني من زمان قوي اكيد عارفاهم، واكيد عارفه اسم الاب اللي هو اسمه ايه بقى. اسم الاب بابا اسمه ايه؟ اسمه محمود احمد حسنين. محمود احمد حسنين. اسماء اللي كانت متجوزه محمود احمد حسنين. ممكن اسماء تخاف تيجي تاخد عيالها عشان متجوزه راجل تاني، بس انا برضو بوجه رساله للراجل التاني ده. اي حاجه هتعملها دلوقتي هتقعد لعيالك، واي موقف مش رجولي هتاخده دلوقتي برضو هيقعد لك. اوعى تقف في ان البنت دي ترجع لامها. مرة تانية اسمه ايه قلتي؟ ايه؟ محمود احمد حسنين. مرة تانية اسماء اللي هي كانت مرات محمود احمد حسنين، عندها احمد وسهير، هتجيلنا فدينة الانتاج الاعلامي باب 2 تلفزيون النهار. موجودين 2-3-4 من الساعة 9 بالليل. وغير كده اي وقت هتيجي المدينه عشان تاخدي سهير هتلاقي اللي يطلع لك من تلفزيون النهار ويستقبلك احسن استقبال. مصر كلها هتحييكي انك تنقذي بنتك من العذاب اللي هي شافته، وانا هفضل لغايه اللحظه دي مش هظلمك، وهقول ان اتاخد منك عيالك، ان اتاخد منك عيالك. اكيد ما ترضيش ان سهير تروح ملجا، اكيد ما ترضيش ان احمد يبقى مرمي في الشارع، لان كل اللي بيحصل لها ده ذنوب انت بتاخديها. Thank you.
من الشباك؟ ايوه كنت بشوف وبسمع ان هم بيضربوها، هم ده بيت والدتي وانا قاعده معاها فيه، فكنت بشوفهم وهم بيضربوها وبسمعهم وهم بيضربوها وبيشتموها. قاعده جوه مربوطه جوه؟ هي بصي هقول لك على حاجه، هي لما كنت ببقى قاعده تحت كنت يا عيني هي بتشيل السلك ده وتبص لي منه وما تقدرش تنده عليا بصوتها، عشان لو ندهت عليا هي تسمعها وهتضربها، فكانت تعمل لي بس ابص لها، فاقوم واخده بعضي واللي فيه خير بيقدمه ربنا، بصي من هنا كده، وكنت اناوله لها بعصايا، العصايا دي واقوم ايه مناوله لها يا هم الشباك التاني اه من قصادك من هنا كده، واخده بالك وريني كده هاتي تعملي ايه؟ كنت احط لها الاكل في شنطه صغيره سمراء واقوم اناولها لها كده. لا هي كانت البنت بتبص من اه يعني كنت تحطي الشنطه هنا في العصا، كنت تحطي الشنطه في العصايه دي تعلقيها وتديها لها واناولها لها، وكنت ما اناولها لها اقول لها قولي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابويا انت وبطه عشان انتوا اللي ظالميني، خدت بالك؟ فانا اتحايلت عليهم كتير يدوها لي ما رضوش، قال لك لا احنا مش عايزين نديها لحد في الشارع. ليا واحده صاحبتي مش ساكنه في الشارع فجت خدتها، وانا فرحت وانبسطت قلت لها على فكره هي منى؟ لا اسمها سمر، قلت لها عندك يا سمر كانها عندي، انا عارفه انها مطمنه عليها عندي لان هي كانت ساكنه في الشارع وانا عارفاها كويس. مشيت من عند سمر راحت لمنى ازاي؟ لا ما هي سمر دي هي راحت قعدت عندها 3 ايام، فربنا رزقها بولاد الحلال اللي قالوا لها ايه لا مسؤوليتها وانت بتشتغلي هتسيبيها في البيت، خوفوها منها وهي اساسا ما معهاش حد غير هي بنتين وبس، يعني مش متجوزه ما معهاش حد، فخافت من المسؤوليه رجعتها هنا. بقى قالت لك بص يا سمر ما استحملتهاش، فجت سمر هنا قالت لها لا يعني هما كانوا سايبين بنتهم تتربى عند حد تاني، فارق معاهم يروحوا عند حد، وكانوا عايزين يودوها كمان ملجا، كانوا بيشوفوا مؤسسه ابوها كان عايش ما كانش عايزها برضه، ما كانش عايزها لا، بس محمود بصراحه من قبل ما يتجوزها عمرنا سمعنا ان ضرب العيال، كان كل ما عليه ان هو حابسها وبيحبسها من ساعه ما اتجوز بطه دي، من ساعه ما اتجوز بطه دي وهو بصراحه مرحله العذاب بدا بقى لها اكتر من سنه ولا سنه ونص. وبطه دي افرجوا عنها ولا لسه؟ انا سامع ان هي لسه موجوده في الاسم، انا سمعت ان هي اه راحوا اخدوها وما افرجوش عنها، بس بامانه كانت البنت حاصل فيها حاجات جامده قوي، كانت تعبه نفسيتي كتر العذاب والبهدله اللي كان فيها البنت، كانت تعبه نفسيتي انا، اتحيلت عليهم ادوها لي والله ما رضيوا. بلغتي اه انا اللي بلغت، جت عند جارتي ام سجود، جيت نزلت بصيت عليها لقيت بقى طبعا المنظر بتاع البنت محروقه من الظهر والايدين مرمى والرجلين نفس النظام. عرفتي منين يعني عرفتي ازاي انها هنا؟ هم طبعا الجيران اختفت خالص من الشارع، فجارتي راحت سالت بتقول لها البطه اللي هي مرات ابوها بتقول لها امال سهير فين مش باينه، قالت لها طب تعالي اطلعي شوفيها، فطلعت جارتي بصت طبعا لقيت البنت بالمنظر بتاع الفيديو دوت، الظهر طبعا محروق الايدين الكتاف الرجلين من المؤاخذه في الفخده برده نفس النظام، راحت جارتي جابتها ونزلت بيها على طول، فاليوم ده حصلت مشكله جامده ان ابوها كان عايز ياخدها والجيران ما رضوش، فانا جيت نزلت لما الدنيا هدت ببص بقول لها في ايه، قالت لي البنت كذا كذا، بصيت للبنت لقيت البنت بقى متدمره على الاخر، رحت اخدت بعضي ورحت عملت طبعا بلاغ وقدمت محكمه. خفتيش بقى؟ لا ما خفتش جدع بجد ما خفتش، ورحنا نيابه ورحنا قسم ورحنا محكمه يعني، بس عشان خاطر نجيب حق البنت ديت لان هي اتظلمت، وان هي محبوسه في الاوضه اللي هي بتاعت الحمام وما بتاكلش وما بتشربش، بيبهدلها بينزلها في نص الليل ترمي لمؤاخذه زباله هنا في المجمع الساعه 3 و4 الفجر، وبعدين مبهدلينها على الاخر، فطبعا ده ما يرضيش حد، وما خفتش قلت لازم ان انا اتكلم واجيب حقها. برافو عليك. اجدع حاجه في الموضوع ان الجار ده بلغ البوليس، والجار ده اخدها عنده 3 ايام، والجار ده كان بيبدلها بالعصايه ويديها الاكل. لما بشوف الروح دي وبحس ان الناس واقفه كده ايد واحده ببقى مبسوطة قوي، يعني على قد ما الأب عذب عشان بياخد مخدرات مفيش أم وحالة زي ما بقول يعني تثير الغثيان، لكن في الآخر اللي الناس عملوه هنا في أوسيم كان بطولة جامدة جدا.
محدش خاف وراح، ما قالش ليه هبهدل نفسي، وراحوا القسم وراحوا النيابه وراحوا المحاكم، واللي ادت بالعصايه اكل واللي خدت عندها، ولغايه دلوقتي اللي بيرعاها ناس غريبه. فدي روح انا لازم احيي عليها اهل الحته، اللي بنبسط قوي لما بحس ان لسه مصر بخير. مصر بخير بجد مش هزار. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب. هو في ايه؟ يعني ناس كتير تقول لي ليه بتجيبي الحاجات، صعبة قوي الحاجات. طب لو ما جبناش الحاجات وما اتكلمناش في الحاجات، وبلدي ومش ده مجتمعنا وصورتنا، امال مين اللي هيحل المشاكل دي؟ طيب يعني لو ما عملناش وسلطنا عليها الضوء، مين هيحلها؟ مين هيحط لنا قانون لحماية الطفل من اهله؟ يعني النكته بقى، انا مش هقول لكم، وموجوده في كل حته في العالم، تشايلد ابيوز. يعني لو انت ماشي في الشارع في اوروبا وماسك عيل وشديته بس من ايده جامد شويه، قلت له الحركه بتاعتنا المصريين دي، يلا دي اللي بنخلع فيها كتف الولد، لو عسكري واقف او ضابط هياخدك، هيقبض على الست. انا بشوف ستات مثلا ابنها بيعيط وبيتمرمغ في الارض، تروح سحلاه في مول مثلا، او واحد يروح لافف وضارب ابنه بالقلم، كل ده بره تتسجن عشانه. فما بالك بواحد بيربط بنته، بيضربها بالشاكوش وبيحرقها برصها بالزرادية. ده كتير قوي بقى. يعني الحمد لله برشام موجب، ومراتات الأب موجبة أكتر بصراحة بقى. يعني أنا مرات أب، فكنت بقيس إن حتى لو مرات الأب الولاد مش ولادها، ولكن هم أطفال. يعني حتى لو غريزة الأمومة عندك مش موجودة، في الآخر أكيد أي ست في الدنيا أوتوماتيك كده بتحب العيال. يعني أنت لما بتشوف صورة بيبي ولا بتشوف صورة طفل أو بتاع بتتأثر. ايه مراتات الاب اللي خدها واحبسها ومش عايزاها؟ وسيبكم بقى مراتات الاب، الاب اللي بيوافق ايه يعني؟ تسمع الكلام عشان ايه؟ عشان بيتغسل لك هدمتين مثلا، ولا عشان بتاكل اكله، ولا عشان بتشتغل وتجيب لك الفلوس؟ يمكن الموضه الجديده تسمع الكلام ليه؟ يعني اللي يخليك بالبلدي كده بنتك ما تنامش في فرشتك وتنام بره البيت في السطوح في البرد لوحدها بالليل من غير نور. يعني بتقول لي اصلها بيتهيأ لها حاجات، تتهيأ لها حاجات ايه؟ البنت لازم تكون اتجننت. يعني تخيل ان انت محبوس في الضلمه وانت طفل مربوط ومتعور من غير اكل من غير نور في مكان ما فيهوش حيطان، مكان طوب احمر ورمله، في حشرات وفي كل حاجه. ايه
السؤال بقى هيحصل له ايه؟ هو ده بقى اللي احنا بنعرض عشانه الحكايه. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول ايه؟ عقابه ايه؟ ولا حاجه. يعني 3 شهور، 6 شهور، سنه، بس مش اكتر. لكن البنت اللي ضاعت دي، اللي نفسيتها ضاعت، الموضه الجديده بتاعت ان شهد بتحب مدام غاده اكتر من ابوها وامها، ان هنا بتحب عمه وخالتها جيرانها اكتر من ابوها وامها. ارجعوا لنا لو سمحتوا. الاب والام ما بقوش دم، يعني اللي هو لازم يبقى من دمي. لان هي يا جماعه اي حاجه في الدنيا، الدين معامله، الحب معامله. ايه يعني ايه؟ يعني حتى لو احنا بيجي لنا الحب بتاع المراهقين ده اللي قلبنا يدق وكده، المعامله قادره جدا على انها تكرهك في اللي قدامك جدا وتحببك في اللي قدامك جدا جدا. يعني لو في ستات مش حلوه ومقاومتها مالها وجمالها واصلها مش قوي، بس بتعامل اللي قدامها كويس باحترام وبادب وبحنيه، هيحبها. هيحبها ولما يبعد عنها يفتقدها. فهي نفس الحكايه ده، بتقول لها بوسيني، احضنيني. في ناس بتعتبر يا جماعه الاحضان والبوس والحنيه والحاجات دي مش مهمه. مهمه جدا، مهمه جدا انك تاخدي ابنك او بنتك في حضنك جدا. ارجو ارجو ان القوانين تتغير، وهفضل زار هفضل اقول كده لغايه ما اموت. ارجو ان قانون حمايه الطفل ومركز الامومه والطفوله وكل الناس المحترمه جدا 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 اللي انا بعزها جدا، ليها مجهودات رهيبه، لازم يكون في قانون رادع جدا 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 يجرم الاهل اللي بتتعامل بعنف مع اولادها، لانها بقت موضه، ومع الترامادول والتامول وكل الحاجات اللي انتوا بتاخدوها دي، طبعا ده بقى العادي. مره تانية لمراتات الاب رساله صغيره جدا. بتبقي مبسوطه قوي انت مسيطره على الراجل، بتبقي مبسوطه قوي انت بتقسيه على عياله، بتبقي مبسوطه قوي انك عايز يعني تبعدي وجع الدماغ، امهم تاخدهم مش عارفه مين يعملهم، بس هي الدنيا دواره. مش اي حاجه بتتعمل ما بترجعش. في صحتك، في عافيتك، في رزقك، في عيالك نفسهم هيعملوا فيكي ايه؟ هيرجع هيرجع. حطي نفسك في نفس المكان. لو انت اللي ليكي مرات اب، ومرات الاب دي كانت بتعذبك وانت صغيره، انا مش فاهمه برضو فكره ان انا اتجوز واحد عنده عيال فاستحوذ عليه واخليه يسيب عياله او يرميهم او ما يسالش عليهم او يعذبهم. اتجوزتي ليه وهو عنده عيال؟ انت ما بتتجوزيش راجل على فكره، انت بتتجوزي حياه. عنده عيال يبقى لازم مستعده ان انت تشيلي عياله في اي لحظه، لانك هتبقي ام ليهم، ابيتي ام رضيتي، لانك هتشاركيه في كل حاجه في حياته. عيه هتمرضيه، عياله عايزين حاجه، لازم تبقي زي امهم بالظبط. شغله هتساعديه فيه بافكارك، بانك تريحيه. انت بتاخدي كيان وحياه، ما بتاخديش جسد. وفي الاخر ما هو كله ضاع. انت هربتي ويتمتي بنتك ولا ابنك وهو هيتسجن. ناخد تليفونات من مين؟ احمد. ايوه معاك. ايوه اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احمد عبد العزيز صالح. اهلا بيك. صاحب مصنع تشغيل معادي يا فندم. انا الصوت مش واضح خالص. اولا انا شاكر جدا يا مدام ريهام على الجمال اللي انت بتعمليه كل يوم، بتزيدي غداوه. ربنا يخليك. البرنامج اللي انا شايفه دلوقتي، ايوه،
بالنسبه للطفله انا عندي استعداد بتكرمي عليا انا اخدها. هو انا كان نفسي الحقيقه امها تاخدها اللي هي اسمها اسماء. لا انا عايزها. لا 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 ما حدش هيصونها. طيب حضرتك احنا ممكن نديك نمرة تليفون الناس وتشوف الاجراءات القانونيه لدي ايه او تتفاهم مع الاهل، لان هي ابوها في السجن وامها زي ما انت شايف مش موجوده. ف ما هي اسمها اسماء. فحضرتك ارجع الكنترول روم وربنا يجازيك كل خير. يا جماعه فكره ان ناس كتير قوي بتتكلم في التليفون عايزه شهد وعايزه سهير انت عارف يعني ايه واحد يبقى قاعد كده ويتكفل ببنت او ولد مش بتوعهم ويراعيهم جدا جدا جدا، حاجه يعني حاجه مؤثره جدا. ومصر بخير بجد. معانا اسماء بس مش مامة سهير. اهلا بيكي. الو الو ايوه اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. ممكن حضرتك توطي التلفزيون لو سمحتي؟ ايوه من دمياط. اتفضلي. ايوه من دمياط. اتفضلي. ايوه مدام ريهام معاكي. الو مش حضرتك طلبانه؟ ايوه عايزه اتكلم مدام ريهام. ايوه ما انا مع حضرتك اتفضلي. ايوه مدام ريهام انا اسماء معاك حضرتك. اسماء مين مامتها؟ لا انا اسماء من البحيره حاله تانية. طيب ما انا بقول لحضرتك مش انت بتتكلمي عايزه تقولي حاجه؟ ايوه انا حضرتك بابايا معذبني نفس التعذيب اللي انت بتتكلمي عنه ده، بس انا عندي 23 سنه. 23 سنة وبيربطك وبيعذبك؟ ايوه وفي اثر تعذيب في جسمي وجسمي متبهدل خالص حضرتك، وهو سايبني بقاله 22 سنة وانا عايشة مع مامتي، وحاليا هو عايز ياخدني من مامتي ومبهدلني خالص انا ومطلع امي من 7 سنين. لا معلش قلتي حاجات كلها عكس بعض. هو سايبكوا بقاله 22 سنة ومطلع مامتك من 7 سنين؟ يا فندم؟ ايوه كان هاجر امي ومش عايش معانا. مطلقها بقاله 7 سنين. امال كان بيعذبك امتى؟ خدني من 15 يوم من امي وضربني والكلام ده كله وانا سبته ومشيت. انا حاليا مش عايشه معاه ولا عايشه مع امي. انا سبته هربت منه وخايفه نرجع تاني لامي ان هو ياخدني تاني ويضربني، عايز يعمل فيا نفس اللي عمله فيا اول مره. امال انت قاعده فين؟ أنا قاعدة مع واحدة صاحبتي بس مش عارفة أنه اسمها، هو ممكن يكون بيسمع البرنامج ده وأكيد سامعنا دلوقتي. واحد صاحبتك وأهلها يعني ولا واحد صاحبتك لوحدها ولا؟ لا واحدة صاحبتي ومامتها وباباها ميت، بس أنا قاعدة واحدة صاحبتي ومامتها. طيب ارجعي الكنترول روم سيبي نمرتك وإحنا نشوف الحكاية دي. نمرة أسماء يا جماعة لو سمحت. طيب عبد الوهاب. ايوه يا فندم. ايوه اهلا بيك اتفضل. ايوه يا مدام. ايوه مساء الخير يا مدام. مساء النور يا فندم اتفضل. من فضلك البنت دي انا عبد الوهاب محمد عيسى صاحب موقع ملابس. ايوه تحت. والبنت دي انا عندي استعداد ان شاء الله اتكفل بها الى ان اسلمها لبيت جوزها. ربنا يخليك يا رب. والله بنبسط قوي من النماذج الايجابيه جدا 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 دي. مش شايف حضرتك انها مسؤوليه وانها يعني حضرتك مش متجوز ولا مخلف؟ انا عندي 3 بنات يا فندم. انا عندي 3 بنات. كده بقى 4. ربنا يخليك. حضرتك سيب برضو سيب نمره تليفونك او يا جماعه ادوا له نمره التليفون اللي بيحصل ولا ايه، ولا انا بقول اي كلام؟ لا ادي له نمره تليفون الناس اللي موجودين هناك وهو يتفاهم معاهم ويشوفوا الاجراءات القانونيه ايه. طيب طب انا شايفه ان احنا نروح لفاصل عشان طولنا على بارت 1 كده. نروح لفاصل وبعد الفاصل اولا معانا لقاء اخير في الحلقه مؤثر جدا 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 وحاجه مهمه جدا جدا مفاجاه كانت بالنسبه لي جدا، وهو الشيخ اللي راح يقرا قران في عزا مسيحي شيخ نزيه من شبرا. لكن قبل ده انا عايزه اوريكم حاجه. انا بتمنى في يوم من الايام والله العظيم والله العظيم والله العظيم بتمنى اني اطلع هوا واعمل خير من غير مزيع خالص عيانين
خالص، ولا يطلعوا يقولوا احنا عندنا عمليات قلب، ولا احنا عندنا عمليات عينين، ولا يطلعوا يقولوا اي حاجة، ولا عرضهم انهم يتصوروا خالص. نفسي، ولكن ازاي؟ ازاي اذا كان انا بطلعهم شفايفهم زرقاء وضوافرهم زرقاء ومش عارفين ياخدوا نفسهم، واللي بيعيط ويقولوا انا خايفه اموت وما بقدرش اساعدهم كما يجب؟ خليكم تثقوا فينا ازاي؟ انا عايزه بس اقول لكم، انا مش هذيع عيانين دلوقتي ولا اي حاجه، ما تخافوش، ان كميه الخير اللي صبايا الخير بيعملوا حاجه مشرفة جدا 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 جدا، وبنشكر ربنا عليها جدا 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 جدا، وما بنزعهاش كل يوم عشان الناس ما تقولش ايه ده وعيانين وليه وبيجملوا نفسهم وده رياء وعايزين يبينوا ان هم اجمد ناس وحاجات كده. فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نزعش العمليات، ولكن الفترة اللي جاية لازم اعمل كده، لازم اعمل كده عشان في اطفال بتموت، على الاقل انا اعمل اللي عليا. سما، سما اللي ابتدت حكايتها من برومو القلب لما قلت في حد خايف من العملية، قالت لي أنا مش بخاف، أنا بقدم تحية لكل أهالي الصعيد، لأن سما من إنا وجدعة جدا جدا جدا، وكانت عملياتها من رابع المستحيلات إنها تنجح، وكلمنا أهلها وقلنا لهم إن لو هتسافروا لازم تعرفوا إن 80% هترجع مش عايشة، ممكن ترجع في صندوق يعني. سما كان حالتها ميؤوس منها، ودخلت ورحنا لها اسطنبول ورحنا لها وهي فقدة الوعي، وبعد ما مشينا بعد ما قالوا انها هتتشال من على الاجهزة دخلت العمليات تاني، وكانت المفروض تركب جهاز، وكل الدكاترة طلعت من اوضة العمليات بتضرب كف على كف إن حصلت معجزة إلهية داخل غرفة العمليات بشهادة الأهل، إن ربنا فجأة نزل حاجة كده في العملية، ولا ركبوا الجهاز ولا عملوا أي حاجة وعملوا الإصلاح الكلي، وطلعت سما ورجعت مصر. وسما كانت بتقول لو مت حطوا، هي عندها 6 سنين، حطوا عليا علم مصر. سما ما ماتتش، وسما ما حطتش على مصر صحيح، ولكن رجعت والتحيا مصر، ورجعت بألف سلامة. مين اللي عمل كده؟ طبعا ربنا، ولكن انتوا الجمهور العظيم، ومن واجبي أوريكوا الفرحة اللي كانت في وشوش كل الناس في مطار القاهرة، واللي كانت موجودة على وش سما، واللي كانت موجودة على باينة في صوت زغاريت أم سما بعد ما كان عياط جدا جدا، وعمر أمه اللي راحت والفيديو بتاعها انتشر على اليوتيوب جدا وعمل 3 مليون، اللي راحت وماتت وغسلوها وكلموني قالوا لي ان هم هيكلموا القنصلية عشان المصاريف ومين هيدفع مصاريف الوفاة و و و و وربنا أحياها بالأدوية والحقن وعملية الإنقاذ اللي حاولوا يعملوها لها. عمر رجع بألف سلامة، وأم عمر اللي اتغسلت هناك رجعت بألف سلامة. شوفوا المطار كان عامل ازاي، واحنا كنا عاملين ازاي، وهم عاملين ازاي، وانتوا المفروض اي حد حط جنيه لصبايا الخير تنام النهاردة على المخدة وتعرف ان ليك مكانة كويسة قوي، لان لو ربنا جعله في ميزان حسناتنا فعلا اللي بيحصل ده، هي دي القيمة الحقيقية للحياة، وهي دي القيمة الحقيقية لكل واحد فينا، ان احنا يبقى عندنا القدرة لتغيير حياة الاخرين بعد مساعدة الله سبحانه وتعالى. نروح فاصل ونشوف الفرحة اللي أنا لازم أنحني ليكوا بجد على كرامكم، وبدعوكم مرة أخرى لو جنيه واحد لل 25 طفل اللي بيموتوا كل يوم دلوقتي وأنا مش عارفة أصفرهم. بشكركم.
في ام هنا تقريبا كانوا داخلين يغسلوها عشان تدفن. يعني هي جايه وخايفه على ابنها انه يموت، هي اللي كانت هتموت. سبحان الله، قدر ربنا. والله جالي تليفون قالوا لي ام عمر توفت وهنغسلها وهنرجعها لمصر. اللهم صل على النبي. المرتين انا شهدت على نفسي فيهم، انا مش بكره الموت، انا بحبه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه، وانا بحب ربنا. بقيت فرحانه قوي ان انا هموت، والله هروح لربنا اللي احسن من الدنيا كلها، وهسيب الدنيا بمشاكلها بتعبها بقرفها، واروح يعني للحنين اللي احن منه ما فيش. بقيت فرحانه، بس بقيت خايفه من حاجه واحده، اقول يا رب هون عليا سكرات الموت بس يا رب. مش خايفة لا، بس كنت أسمع أن ناس سكرات الموت بتبقى شديدة عندهم، أنا بخاف من شكة الإبرة، كل خوف أقول يا رب هون عليا سكرات الموت يا رب، وادعي بقى يا رب جعلني من أهل الجنة. ما كنتيش خايفة من الحساب مثلا؟ لا لا لا. بحب ربنا، فأكيد ربنا هيحبني زي ما أنا بحبه. دكتورة العناية قالت لهم يلا يعني غسلوها، فبنت اسمها رياضة ربنا يبارك له، بنت اسمها أبرام مسكوني غسلوني وقعدوا يقولوا. عرفتي بعد كده؟ لا أنا حاسة بيهم، حاسة بس حاسة أن أنا إيه، مش هتصدقيني لو قلت لك، حاسة أن أنا نايمة فوق السحاب، نايمة حاجة نايمة كده فوق السحاب، وحوالي وشوش أطفال صغننة كده، الوش صغنن كده، وعمالين يعملوا يبربشوا بشفايفهم كده، وحوالي ملايكة. حوالي. المهم اللهم صل عليك يا نبي. البنات غسلوني، سمعت واحدة بتقول للتانية ايه سنة، يعني تبع السنة كده، تبع السنة، قالت لها خلصوني وراحوا للدكتورة اللي هي منى اللي هي ماسكه الرعايه، قلت لهم اما خلاص بقى خلاص اتصلوا بيوسف المصري يجي ياخدها. وراحوا بقى حاطيني بقى الرايح والجاي بقى، ايه ده يعني، ايه اللي نايمه يعني ملاك نايم ده، تحتها ابيض وفوقها ابيض، ويعني سبحانك يا عظيم، الحمد لله رب العالمين، يحيي العظام وهي رميم. والله 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 يا مدام رهان، وربنا شهيد على هذا الحلفان، انا من ساعه ما دخلت العنايه المركزه ربنا حاطط ايد في ايدي، حد ايد حد مسكاني من ساعه ما دخلت العنايه، مسكاني كده وحاسه بالبشره، بشره الايد مع بشره ايدي، مش حد موجود مش ناس، لا حد ماسك ايدي وحاسه بايده ماسكه ايدي. وكل ما الدموع تيجي نازله مني كده الاقي حد بصبعه كده راح مسح لي الدمعه بتاعتي كده، واحس بالبشره، يعني انا لما احط ايدي عليك كده تحس ان دي بشره يعني بشره لمست ايدي كده، تروح ماسحه دموعي، حد يروح مسح لي دموعي، ولحد ما خرجت الرعايه حد ماسك ايده في ايدي، ما سابنيش، والاطفال الصغيرين دول الثمان ايام وهم معايا، وسمع صوت عيالي وواقفين اللي عمالين يضحكوا لي ويحكوا لي ويندهوا يا امي، وانا اقول لهم نعم، ارد فعلا على عيالي باذن الله. ناس هتقولك انت متهيألك بس. لا مش متهيألي، لا الموت ده حاجه حلوه جميله، ده انت بتروحي للي احسن من الدنيا كلها، انت عايزه ايه من الدنيا؟ ده انت هتروحي تبقى ان شاء الله في الجنه والخير كله هناك، ولا تعب ولا مشاكل ولا اللي احنا فيه في الدنيا خالص، الناس بترتاح، بس الناس اللي بتحب ربنا. كنت لسه هقولك، بس حسب انت بقى عامله ايه. الناس اللي بتحب ربنا بيحبها، من احب لقاء الله احب الله لقاء.
بحكي للمترجم بقول له اللي حصل لي هنا ده ظلم 50 سنة، أنا عندي 50 سنة وظلم 50 سنة، إن ربنا يقدر لي إن أنا أجي وما بتعالجش في مصر. أما بسمع إن الدكتور علاجه غالي وكشفه غالي ما بروحلوش، ما بروحلوش، بقول على مصرف لي 500 600 جنيه، طب هيبقى فاضل إيه؟ طب معرض والعيال ومش العيال، وأقعد على كده. يقدر ربنا إن أنا أجي مع ابني، وكانوا مش مرشحين إن أنا أجي، لا أبوه ولا أخوه. أخوه ما شاء الله كبير 28 سنة، أنا عندي ولادي متجوزين ومخلفين، كلهم قالوا لي نيجي بدالك. قلت لهم ما تطمنش عليا، أنا عايزة أكمل الرسالة بتاعتي، أنا جوزت الكبار وكبرت الصغيرين، هو ده اللي فاضل. يقدر ربنا، شوفي شايل لي إيه ربنا، عشان أنا بحبه ومش ما بصرفش استخسار في نفسي. أقدر لك إنك تتعبي هنا أجي هنا واتعالج العلاج ده، والناس دي ما اقدرش اقول لك ما حدش اثر في حقي. المترجم انت عارفه ان هم ما رضيوش ياخدوا فلوس؟ والله ما رضيوش. يعني انا بعد ما كلموني وقالوا لي ان انت قمتي بألف سلامه، طبعا ما كنتش مصدقه، لان انا قعدوا يقولوا لي ده خلاص اتغسلت وهترجع وكده، وكانت مصيبه بالنسبه لي. قالوا لي لا احنا مش هناخد حاجه. ده هو بقى، هو ربنا مش البني ادمين، هو ربنا. يعني على فكره دايما مش البني ادمين، ربنا. وبعدين يعني انت دايما تقولوا ايه اللي بيتبرع، مش نقول ايه اللي بيتبرع، دي طبيعه الحياه اللي ربنا خلقها. انت تساعديني وانا اساعدك، وانت تقفي جنبي وانا اقف جنبك، دي الحياه. مش ان اللي بيدي ده بيمن على حد، مش بيمن على حد، ده حق ربنا. ربنا اداكي تدي غيرك، ربنا اطعمك تطعمي غيرك، ربنا كساكي تكسي غيرك، دي الحياه الطبيعيه. اما الناس تختلف عن كده بقى، دي بقى حاجه بقى ايه، عشان الجنه والنار بقى، مين هيخش الجنه ومين هيخش النار. ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا، سارعوا الى مغفره من ربكم. عارفه سارعوا يعني ايه؟ اجروا اجروا اجروا، طلعوا واجروا انفكوا في سبيل الله وسارعوا. ما فيش وقت. ليه ليه اجرم اجرم؟ ما انا عايشه دلوقتي، ما انا كنت كويسه، انا عايشه دلوقتي كمان دقيقه مش هكون موجوده، واقول ايه اما موت ولادي يعملوا لي صدقه جاريه. كنت ماشيه في الشارع اهو وقعتي وبتقولي غسلوكي. وبعدين ايه، سبحان الله، اللي بيجي يعني عايش يقول لك ايه اما موت بقى عيالي يعملوا لي صدقه جاريه. طب ما تعملها بايديك وانت ضامن ان عيالك وراك هيعملوا لك الصدقه الجاريه دي. ياخدوا الفلوس ويتخانقوا عليها ويقولوا رحمه رحمه راح بقى ملناش دعوه بيه. اعمل بايديك وانت عايش على وش الدنيا، ما فيش في ايدك فلوس تعمليها وانت ماشيه كده، بحط في الكيس ملبس كده، عاد طفلة تديله كبيرة تديله، أهل ملبسة البسيطة الأربعة بجنيه أو خمسة. كلمة صدق، التبسم نفسه، التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. لأن الدنيا مش مستاهلة، ما احنا شايفين حوالينا اهو، شايفين حوالينا مش مستاهلة. في ثانية البني آدم بيروح، ملوش دعوة لا بكبير ولا بصغير ولا بمريض ولا بقوي ولا بضعيف ولا بفقير ولا بغني. لما بيجي أمر ربنا سبحانه وتعالى بياخد الأمانة بتاعته. كلنا في التراب مع بعض، نلحق سريعه. هي جايبه معاها علم مصر، فقلت لها طنط ريهام لما تيجي هنحط علم مصر هنا اهو عشان تصوري مع طنط ريهام. قالت لي لا يا ماما انا لو مت احطش ايه علم مصر. قال ايه كده اهو، وهي دايما كده تطلع تحطش كده اهو. هي عندها يعني هي كانت عارفه انها ممكن تدخل ما تطلعش، فاهمه كل حاجه وكل الدكاتره بتتكلم قدامها، هي فاهمه كل حاجه. هي مش صغيره، هي 6 سنين بس، الجسم قليل. بس هقول لك صغير، لا بس 6 سنين صغيره، الجسم قليل عشان اللي فيها. لا 6 سنين صغيره قوي على انها تقول انا لو مت كل حاجه. هي مخها اكبر من سنها بكتير. كل اللي فكرت فيه انها تحط علم مصر، علم مصر على صدرها. طلعت اللي هي كويسه، هي طلعت. انا عارفه ان هي كويسه، بس اديني حق دلوقتي ان هي طلعت الحمد لله ولا حاجه. ولما بيبقى في اي خطر على اي عيان اول واحده بيقولوا لها هي انا، عشان ما امسكش في خناقهم بعد كده. ما فيش حاجه، كلهم مستقرين وكلهم كويسين الحمد لله. انا اللي بقول لك انا كان نفسي اتكلم معاها، يعني انا فضلت ادور عليها امبارح
واتضايقت ان هي اللي في الرعايه. والله يا مستنياكي، والله مستنياك، مستنيه هكلم طنط ريهام هقول لها كذا كذا يا ماما، انا هقول لها انا هخف وهكبر وكل ده، مستنيه طنط ريهام. وانا زعلت ان انت جيتي وهي نايمه كده. هو الدكتور قال لك ايه لما طلع؟ قال لي الحاله مستقره. قال لك الحاله مستقره، بس الضغط عالي مش راضي ينزل، فاحنا هنحاول نحط الاجهزه دي عشان تخفض ضغط الشريان، وان ما نزلتش هيعمل لها بطاريه. ضغط الشريان لو ما نزلش هتعمل يحط لها بطاريه. يحط لها جهاز. جهاز يوطي الضغط. يبقى لها 4 ايام بالحال ده. هو ايه؟ بقى لها 4 ايام وهي نايمه ما بشوفهاش صاحيه ابدا، بنزل كل يوم اشوفها بس نايمه بالشكل ده على طول. ما بتفوقش، هم قالوا لي لا احنا اللي بننيمها عشان الاجهزه والخراطيم كتير. ما ينفعش تصحى وهي صعبة معاملتها جدا يعني. فين كم حاجة تحت وفوق وكم خرطوم بطية ده تحت صدر على صدرها كتير. أنا بقولك على صدرها كتير وعلى يعني أكيد الحركة بتفرق، فمش عايزينها تتحرك بس. هو فتح، أنا في مصر قالوا لي ده ثقب واحد بس، فتح الدكتور بيقول لا ده هي فيها ثقبين مش واحد. لا عندها ثقبين، بيقول أنا سديت الثقب والشريان، سلكنا الشريان بس مش عارفه هيغير سمان بعد كده ولا لا. انت الحاجه اللي انا عايزه اعرفها من الدكتور طيار. بس كل اللي اقدر اقوله لك انهم هيعملوا اقصى ما عندهم في اي حاجه في كل حاجه. احنا موجودين هنا ومطمنين والله الحمد لله. انا دايما اقول بدل ربنا جابنا لغايه هنا يبقى اكيد هيوفقنا ان شاء الله. ربنا يخليها لك وان شاء الله باذن الله. كتيره وخفيفه مروه وبتحب الناس جدا جدا جدا. انها تقول انا هدخل اوضه العمليات ولو توفيت مش فايد، دي قوه. والله 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 علم مصر قاعد فوق، احنا من مستنيين حضرتك عشان نتصوري علم مصر في الاوضه، لكن هي قالت لي خلاص كده يا ماما ان شاء الله. انا حبيت اجيبه وانزله معاه علم مصر بس اخدوها بسرعه على عمليات بسرعه فما لحقتش اجيبه كله. نجيبه نديهولها في المطار ونرفعه كلنا ان شاء الله، نحطه عليها بس وهي صاحيه وبتلعب وكل حاجه. وربنا يا دكتور يا استاذه ريم والله ربنا يخليها لك ان شاء الله. السما بالنسبه لي ايه، دي حاجه ثانيه خالص. انا يعني لا البنت دي سبحان الله تبوسلي كل يوم، تصحى الصبح صباح الورده صباح الفل يا ماما، وتبوس ايدي وتبوس خدي، تختلف خالص عن اخواتها خالص. في عيل كده برضو قريب من قلب الأم مختلف، مختلفة خالص يعني. معايا 3 غيرها بس والله العظيم هي اللي ماسكة كده يعني، ما أعرفش حتة من قلبي. عارفة احنا ما دفعناش فلوس العمليات، بس أنا صممت إنها تسافر بأسرع وقت عشان كل اللي أنت بتقوليه ده. أنا كل الأطفال دي غالية عندكم وغاليين علينا وكل حاجة، بس في الآخر دي أرواح ما ينفعش نسيبها كده تروح. وصلنا لليوم اللي كلنا بنستناه، وصممت ان احنا نستقبل سما. عمر وصل بألف سلامة. ازيك عامل ايه؟ شفت بقى انا جيت بنفسي عشان اقول لك الحمد لله على السلامة وانك بقيت كويس انت وماما تعبتوا. لا الحمد لله على سلامتك. يا رب ما تحرم منك. والحمد لله على سلامته. الحمد لله. قعدتوا كتير بس الحمد لله. كانت رحلة قاسية عليه وعليا، تعبنا جدا وهو تعب جدا برضه، بس الحمد لله ربنا فرج. نص دلوقتي ولا مش فاكرة قد إيه يعني، كانت أيام كتير. حصل فيهم حاجات كتير برضه. ودي تعتبر سادس عملية لي. بس قالوا لك إيه هناك بقى؟ قالوا الحمد لله هنتابع هنا إن شاء الله عند دكتورة متخصصة، وأنا نفس الحال برضه. رجع طبيعي خلاص الحمد لله. كنت مصوره معاه وهو كان ازرق لسه. هتتشقى خلاص؟ لا احنا جبنا لك هديه معانا كمان. جبنا لك عربيه وهنيجي هنجي لك البيت بعد كده نجيب لك لعبه احلى من العربيه عشان نقول لك الحمد لله على السلامه عشان تفتكرني بيها. ماشي؟ غير حاجه، وفاكرين اللي معاكي وفاكرين الناس اللي ربنا يجازيهم خير. ادعي لنا بقى عشان احنا محتاجين دعائك جدا. الخير كفاعله.
بتاخدي نفس الاجر. ما انا وانا قاعده هناك وقاعدين على البحر كده واوضه ما شاء الله ولا بنت الوزير، بقول لهم اللي بيسقي حد كوبايه ميه في الدنيا بيتنوا فاكرها له العمر كله، يقول ده ليه جميله عندي ما اقدرش انساها ابدا. فما بالك الناس اللي اتبرعت وعيشتنا العيشه دي وانقذت عيالنا وانقذتني انا كمان. يعني ادعي بقى للناس اللي لسه هتسافر، ربنا يا رب ربنا يسفرهم ويجيب لهم ان شاء الله ويبعت لهم الرزق ويروحوا بالسلامه ويرجعوا بالف سلامه ان شاء الله. وفي النهايه نقول ايه، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد. كل الدنيا حمد، قد الدنيا دي كلها وقد المخلوقات دي كلها، ومش هنكفيه حقه. كان هو صاحب لنا في السفر ودعانا يشفينا وشفانا الحمد لله، ودعنا واستجاب لينا وتقبل مننا. يعني الواحد لو طن يشكر ربنا العمر كله بصراحة مش هيكفيه، يعني نعم كتير 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 عمرنا ما هننساها، وهنتننا نشكر ربنا عليها ونفتكر الناس، ونفتكر الناس اللي هناك. الناس اللي هناك جميلهم فوق راسنا، ما اقدرش اوصف لك كانوا عاملين معانا ايه، المترجمين والعمال وحتى عمال النظافة. يعني اقول لك كانوا، يعني نفسي مصر تبقى كده، نفسي اما اخش بابني مستشفى عالجه اتعامل نفس المعامله، اما اخش انا اتعالج اتعامل نفس المعامله. وما تبعدش على ربنا ان شاء الله الخير جاي باذن الله. املنا في ربنا كبير، والله والله املنا في ربنا كبير ان شاء الله. إيه نتجوزك يعني؟ لا يا رب لما اروح اشوف الحلقه اللي هي ازاي. عايز تتفرج عليا؟ هو بيحبك، هو بيقولي ده من زمان قوي بتفرج على البرنامج، ما تعلم الكلام وهو يقول عايز اروح مع صبايا عشان اتعال. ما بخاف. انا مش بخاف جدع. اهلا وسهلا، اهلا اهلا، كنت عايزه اشوفك وما عرفتش. ايوه الشياكه الشياكه الشياكه، جيت لك هناك وكنت نايمه ما عرفتش اعمل ايه ولا عرفت اصحيكي. وصلتي الحمد لله، بقيتي كويسة أحسن وما خفتيش وكنتي قوية وكنتي بطلة صح؟ أكتر واحدة خافت، أكتر واحدة خافت، حصلت لها صدمة نفسية، كان في دكتور نفسي بيعالجها بعد بعد العملية. أكتر واحدة خافت. مش طنط ريهام بتقول لك أنت مش بتخافي؟ سكتت وكانت هتعيط. هي كانت هتعيط؟ لا هي ما خافتش، أنا مش مصدقة ماما. انت ما خفتيش وبقيتي كويسه صح؟ وايه الحمد لله؟ الحمد لله الحمد لله. احنا جبنا لك هديه، فين الهديه بتاعت سما؟ جبنا لك العروسه دي عشان تفتكريني بيها ما تروحي. ها؟ استني يا طنط ريهام، انا هقول لطنط ريهام فين؟ فين طنط ايه طنط ريهام؟ صحيح طنط ريهام معاك يا سما؟ اعرفك ان انا كنت جايه، انا مش باجي لكل الناس، انا جيت لك انت وعمر مخصوص. هتاجل طنط ريهام بقت كويسه الحمد لله، انا سمعت انها تعبت بعد ما انا مشيت. عملت مرتين. دخلت عمليات مرتين الحمد لله. الحمد لله. ايه في الاخر؟ ثلاث ايام لا اكل ولا شرب ولا علاج، عندها صدمه ما رافضه اكل والعلاج كمان كانت رافضاه برضه. قالوا لك ايه في الاخر بقى؟ الحمد لله الحمد لله، بيقولوا لي ان يا ربنا بيحبها بقى. صح؟ حصلت معجزه من رب العالمين، وانا قلت لازم اعلن على ده ان سما حصلت لها معجزه من رب العالمين. وبعد ما كانت داخله على العمليات هيعملوا لها بطاريه، بعد ما مضوني على الاوراق كتير خلاص سما داخله عمليات وهنعمل لها بطاريه. فوجئت بالدكتوره طالعه بتقول لي لا خلاص ما فيش بطاريه. انا ما صدقتش الموضوع بجد. ما ركبوهاش جهاز يعني؟ ما ركبوهاش جهاز الحمد لله. الحمد لله. شعب مصر كان مع سما والحمد لله ربنا استجاب لدعوتها. مصر كلها دعت لك. مصر كلها دعت لها صح؟ فيكي احنا يعني مش عارفين نشكر حضرتك ازاي والله. ربنا بس ربنا بس. قعدنا سنه نقول سنه قدام. هي اكتر واحده شافت ان الناس بتروح هناك ترجع بمعجزه. مش بأي حاجه ثانيه. للموت والله العظيم يا استاذ ريهام. انا حضرتك لما شفت منظره ويا عشير لما انت حضرتك قلت لما صورنا في العنايه وكده، انا والله قلت سلامه دي بس الدعاء نفعها ساعتها. الحمد لله. والله العظيم الدكتوره بتقول لي، بقول لها يا دكتوره مش مصدقه البنت من طالعه من غير بطاريه. قالت لي بتقول للمترجم قول له لمامة سما، سما ربنا بيحب سما، بيحب ام سما. قلت لها لا يبقى ربنا بيحب سما. احنا لما ذعنا الحلقه مصر كلها دعت لها، دي كانت اقوى حاجه عشان تقومها بالف سلامه. طب يلا نروح بقى، كفايه مطارات وكفايه سفر، عشان احنا محضرين لك مفاجاه بره تانية. عاجزين عن الشكر. لا ده ربنا بس والله يا حبيبتي. انا بتكلم انا على الجروب عشان ما اعرفكيش في المطار، هم عاجزين عن الشكر بجد. ادعي بس للناس اللي لسه عايزه تسافر تسافر. يا رب يا رب يكرمهم ان شاء الله، احنا هنتبرع برضه مش هنسافر. ان شاء الله. الله يخليك. يلا انا خارجه معاكم.
زي ما احنا بنقول ان بيحصل معجزه الهيه. الناس دي بندفع فلوس بيبقى في عمليه ممكن تتعمل وكل حاجه، ولكن في الاخر بيبقى بين ايدين ربنا ولا نملك زي ما قالت مامة عمر غير ان نحمد ربنا حمد كبير قوي 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 ملوش اول ولا اخر. وسامة اللي دخلت العمليات 3 مرات هتزغرطي وهترقصي غصب عنك صح؟ مش احنا لازم نرقص بقى؟ تعبنا كتير وزعلنا كتير فلازم سما النهارده تبقى عروسه بقى، هتعملي فرح؟ اكيد هنعمل فرح في البيت، بس احنا هنسبقك بقى. شفتي بقى؟ شفتي بقيتي جميله ازاي؟ شفتي بقى الفرح اهو عشان تبقي عروسه بجد بقى، صح؟ أنا فرحان جدا جدا بشكركم جدا 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 على انكم قلبتوا الغم والزعل لفرحه والعمر جديد وحياه جديده وطفله بتبتسم من تاني وهتتجوز وهتخلف وهتدخل مدرسه وكتب لها عمر جديد. ¡Vamos!
هتكلميني؟ اه بجد؟ مش هتنسيني صح؟ انا بحبك ومبسوطه انك رجعتي والحمد لله بقيتي كويسه قوي 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 قوي. استني استني الشيكه هتروح. وعايزه اقول لك ان مصر كلها بتحبك وماما قالت لي ان انت كنت عايزه تحطي علم مصر عليكي صح؟ بتحبي مصر؟ ولما بنمسك علم مصر بنقول ايه؟ تحيا مصر.
قولي بصوت عالي قوي. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر، وبحبك ومبسوطه انك رجعتي بالف سلامه. ولازم نشكر كل المصريين اللي ساعدونا ان احنا نروح ونعمل معجزه الهيه ونرجع الحمد لله. وطلعتي مش بتخافي. باي باي، همشي دلوقتي وهنتقابل تاني، بس مش هنتقابل في عمليات وكده، هنتقابل في حفلات. ماشي. عمر هنسلم عليك. سلم عليك. انت زعلان عشان صالون هيقع شويه فهو تعبان. لازم تبقى تكلمني. ها على السلامة. منتج الله يسلمك. لو في أي حاجة قالوا لك على الدكاترة اللي هتتابعي معاهم هنا اللي تبعنا؟ إن شاء الله. أه إن شاء الله بإذن الله. وكله هيبقى تمام الحمد لله. يا رب هو واللي زيه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يعرف ميزان حسناتكم يا رب. لسه في الأيام أمل مستنيين، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه، لسه في الأيام أمل مستنيين. قدامنا سكة يتمشي الهوى ما تنزل، دمعة الاقي الناس تشيلها، طول ما لسه العمر بيصالح سنينه، طول ما لسه في ناس بنتدفى بحنانها، والحاجات الحلوة واخدين بالها، طول ما لسه في ناس يا مصر، ويحيا المصريين، ويحيا شعب مصر، يحيا أطباء مصر اللي أرشدونا إلى هذا المكان، اللي اختاروا لنا هذا الطبيب، يحيا البنك، بنك مصر اللي اسم على مسمى أنه بنك مصر، اللي حول فلوس بأسرع وقت ممكن لما شاف أن كل الناس اللي هناك تعبانة وإحنا في أزمة عملة وفي أزمة اقتصادية و يحيا بنك مصر، ويحيا موظفين بنك مصر، يحيا المتبرعين وشعب مصر، من أطفال، من أول الطفلة اللي جات لي هنا ماسكة الحصالة لغاية الفانز الكتير قوي اللي بينزلوا يتبرعوا ويعملوا تيشيرتات ويكتبوا عليها صبايا الخير. اوعوا تفتكروا اني مش شايفاكم ومش حاسه بيكم، عدد قليل عدد كبير. انا بحترم كل شخص ايا كان هو سنه ايه او بيعمل ايه او بيتبرع بقد ايه. مش ناس تقول لي لا اعملي موضوع الرسائل عشان انا مش هروح اتبرع بجنيه واتنين جنيه. للمره الاخيره هقول موضوع الرسائل ده شركة الاتصالات بتاخد منه من 30 ل 50%. أي شركة اتصالات هقول لها أنا عايزة تبرعات رسائل، نص فلوسك رايحة لشركة الاتصالات والنص للتبرعات. لا أنا عايزة الجنيه كله. رسالة أبعتها هاخد منها 50 قرش ليا وهديهم 50 قرش. لا انزل وادفع لي الجنيه. حاجات كتير قوي ممكن أعملها على فكرة. بس أنا هتحاسب في الآخر. مش هنا. هنا بتظلم، هنا بتشتم، هنا ناس تتكلم عليا، مش هممني خالص. في مكان هنزل أتحاسب فيه لوحدي في الضلمة. أنا والدود فقط. لازم كل مليم بتدفعه كله يوصل للعيان. كله.
عشان كده ما خدتش تصريح جامعة مال عام، لان اللي بياخد تصريح جامعة مال عام بياخد نسبة برضو من الفلوس للتنقلات احنا هنا الحمد لله بنبعت عربية من تلفزيون النهار هي اللي بتودي الشيكات، هي اللي بتودي العيانين، هي اللي بتودي المطار، هي ما نصرفش ولا مليم في اي حاجة غير العيانين. فلو سمحت انزل حط الجنيه. في رسالة اخيرة من طفل عايزة اسمعها لكم، مع الرسول الى البلاغ. طفل من الاطفال اللي مستنيينكم، نشوف مع بعض. بشكرك جدا وبقول كل سنة طيبة وبشكرك. انت طيب يا حبيبي. وشكرا جدا على وقفتك جنبي وانا بدعي الشفاء وبدعي لك كمان. انت عملت عملية قبل كده؟ لسه؟ امال بتدعيني ليه؟ انا عملت لك حاجة لسه؟ لا بدعي لك ان انا بحبك يا حبيبي. وبتمنى الشفاء وتبقى كل حاجه الشفاء دوت بسبب. اولا انت لازم كلنا نسقف لك، لازم اولا عشان انت بطل. انا بحس اي طفل كده عنده مشكله صغيره ولا حاجه صحيه ده بطل، لان احنا كبار اهو سوري وشحطه، ولو حاجه فسفوسه طلعت لنا بنقعد نقول اي وزهقانين كده. فان انت بطل كده وبتتكلم صوتك عالي وجريء كده، انا اللي بحبك وبحترمك وفخوره جدا بيك. انت زي الاطفال المصريين اللي بجد. بتمنى قبلك عشان مامتي تعبت معايا جدا. مش هتتعب تاني خالص اوعدك. اوعدك ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله تخف ان شاء الله. انت اسمك ايه؟ مازن. عمرو مصطفى. مازن عمرو مصطفى. لازم كلنا نفتكر الاسم ده، عشان انا لازم بجد تبقى عارف ان انت بطل وان ربنا بيحب ربنا عندنا كلنا. عارف كده؟ عشان انت اقوى مننا كلنا. وانا اللي بشكرك ان انت جيت النهارده. اوعدك من الاسبوع الجاي هتعمل العمل. استاذ انا بقى بزعل جدا ان الناس مش حاسه ان في ناس كده مستنيانا. يعني يا رب الناس تحس. يا رب ده لقاء عملناه من 6 شهور مع عيانين كتير قوي. ما تزعش، لان زي ما بقول لكم انا بحاول على قد ما اقدر اني ما ازعش العيانين وما اطلعهمش على الشاشه. بحاول على قد ما اقدر، لكن لما بتزنق انا وعدته من 6 شهور ما عملتلوش لسه العمليه. وافتكرته امبارح، يعني افتكرته امبارح بالليل. بيقول لي مصوراه يوم 2/7 8 9 10 11 5 شهور. والله العظيم امبارح من غير ولا حاجه افتكرته. انا فاكراك وافتكركم كلكم وبوعدكم كلكم انا عارفه، بس والله العظيم مفيش اي حاجه بتدعمني غير ربنا فقط. فارجو انكم توقفوا جنبنا جدا جدا جدا، مش جنبنا احنا، جنبهم هم. يعني لما طفلي يقول لي بدعي لك عشان انا بحبك، لان كان كل الناس اللي واقفه يوميها دي 250 شخص كلهم مرضى عظام. يعني هو عايز يقف على رجليه، هو على كرسي ممكن يقف على رجليه، واحنا لسه مقصرين في ان احنا نوقفه على رجليه. في ايه اقوى واحسن انك توقف واحد على رجليه او تحيي واحد او تغير حياه اسره؟ في ايه احلى من كده؟ صبري. ايوه مساء الخير، اتفضل. مساء النور يا ستيفن، ازيك يا مدام؟ اهلا بيك، اتفضل. المهم صلى الله على النبي. عليه الصلاه والسلام. انا من حوالي 3 سنين ونص كنت بساعد
ما كانش يعني بسافر وباجي كل خميس وجمعة البيت. جت المدام بتاعتي وبنتي، بنتي عندها دلوقتي اللهم صل على النبي يعني كلها 3 أشهر قبل كده. كلها 3 أشهر وإيه؟ المهم قالوا لي كنت عامل إيه فيس؟ يعني عيلة صغيرة خد المدام بتاعتي هي أساس القصة يعني وهي تقول لك. طيب ماشي. السلام عليكم يا مجنون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي الحكاية دي بتاعت الزنا ديت جيت في يوم من الأيام رحت كنت رايحة عندنا المنشية منطقة اسمها المنشية. فكان في عيلة صغيرة دايرين بيها إن مين ياخدها مين يربيها مين كده ومش لاقيين حد ياخدها. معايا يا أستاذة؟ أيوه أيوه اتفضلي. حلو الكلام؟ فطبعا انا ايه بقول لهم عيله مين؟ انا عيله احنا عايزين نوديها الملجا او مش لاقيين حد ياخدها او 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 طب امها فين؟ ابوها فين؟ قالوا مالهاش حد. مالهاش حد ازاي؟ قالوا امها في المستشفى وعندها جلطه واترمت في المستشفى ومحدش سائل فيها. فقلت لهم خلاص اشوفها. فجيت لما خدتها العيله صعبت عليا وجيت خدتها عندي وجبتها عندي كان في الشتاء. قعدت معايا 4 سنين ربيتها وعملت لها شهاده وعرفت من بابا وعرفت من ماما وعرفت من اخوها وعرفت من اختها. فطبعا الحكايه ديت ان انا عارفاها يعني انا الناس ديت اللي هو جوز اختي. فجوز اختي دوت جايب بالبنت ديت من اخته. فمش عيل واحد، دول 3 عيال. ما لهمش اي حاجه تزدي. يعني ايه جوز اخت جايب العيل ده من اخته؟ إيه يعني ايه جوز اخت جايب العيال من اخته؟ يعني كان بيعمل حاجات مش كويسه مع اخته. زنا محارم يعني؟ ايوه كانوا بيعملوا الحاجات ديت. حتى اختي عارفه بالحاجات ديت وكانت بتشوف الحاجات ديت. جوز اختك مع اخته؟ اه. وجابوا العيله اللي عندك دي؟ جوز اختي مع اخته من اخته. وجابوا العيله اللي عندك؟ ايوه دول 3 عيال 3 عيال 4 عيال حاجه زي كده. 3 عيال او 4 عيال من اخته؟ والناس ديت مش كويسه اصلا. الراجل دوت حرامي وبتاع مخدرات. ايوه حضرتك طالبه مننا ايه دلوقتي؟ ايه؟ حضرتك طالبه مننا ايه دلوقتي؟ طالبه منكم ايه؟ ان احنا عايزين زنا. يعني هم خدوها منك قصدك؟ احنا عايزين زنا. لا هم جم خدوها مني دلوقتي بقى لهم شهر وهددوني. مين بقى اللي هو جوز اختك يعني؟ هو اللي جه خدها وهددوني. وهي معلش انت بتقولي طلع لها شهاده ميلاد، طلع لها شهاده ميلاد باسم جوز اختك واخته؟ لا هو مش عامل شهاده ميلاد لحد، ما بيعملش شهاده ميلاد للعيال. انت بتقولي انا طلعت شهاده ميلاده. احنا بقى احنا اللي عملنا شهاده ميلاد وهو عارف بكده. عملتيها بايه؟ عملتيها ايه باسمك ولا باسم مين؟ عملناها باسمنا احنا. يا لهوي. يعني هي دلوقتي بنتك رسمي ولا ايه؟ ايه؟ هي بنتك رسمي دلوقتي على الورق. هي كده على الورق بنت رسمي بس احنا عايزينها لان الناس دي اصلا مش كويسه اصلا. طيب زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي ناس مش كويسه. رجاء حضرتك سيبي نمرتك في الكنترول روم عشان ده موضوع سيطول شرحه. طب ما انتوا بتكتبوا شهادات ميلاد اهو لامهات وابهات مش امهات وابهات، امال لما بنجيب لكم ناس ساقطه قيد شهد لغايه دلوقتي يا جماعه ما عندهاش شهاده ميلاد. شهد لغايه دلوقتي غاده مش عارفه تعمل لها شهاده ميلاد. وقلنا لده وقلنا لده، قال لك لا ما ينفعش الاب لوحده، لازم الاب والام. يعني الام اللي مصر كلها شافتها دي لو هنسميها ام يعني في السجل المدني عايزين شهادتها. مش راضيين يدوا الاب شهاده ميلاد. ازاي؟ يعني ازاي شهاده تطلع قدام كل الناس تقول انا عايزه اتعلم؟ نقول لها لا. امال ايه يا جماعه؟ امال انا عايزه اعرف بيحصل في المؤتمرات وفي الكلام وفي الاعلام وكده، ده شعارات ولا بجد؟ شعارات ولا بجد؟ انتوا عايزين الناس تتعلم وتتطور وكده ولا عايزين الناس تبقى اميه ومش فاهمه ومغيبه؟ ليه شهد ما يطلع لها شهاده ميلاد واحنا شفنا ابوها وامها على التلفزيون؟ ليه؟ اما في ناس بتطلع شهادات ميلاد وهي مش امهات وابهات اساسا.
ام مين؟ ام هاني. ام هاني ايوه اهلا بيكي. ايوه يا ريهام. ايوه اهلا بيكي اتفضلي حبيبه قلب ماما. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا ماليش اي طلب ولا اي حاجه اكتر من اني بحبك قوي وبدعيلك من كل قلبي. ده كفايه عليا قوي 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 ربنا يخليكي. والله بدعيلك من لسه قاعده عماله ادعيلك دعاء ربنا اللي عليك يدعيلك مستوره يا رب دنيا يا واخره يا رب. يا ما هو الدعاء ده اللي مخليه بسبعة ارواح مش شطاره مني. حبيبه قلبنا يا ريهام حبيبه قلبنا وبنتي ونور عينك. ربنا يخليك يا حبيبتي يعني شرفتني والله انا يعني بشكرك جدا جدا جدا. انا الحقيقه عايزه اعتذر لكم على ان انا كان معايا لقاء قوي جدا 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 للشيخ نزيه اللي بيقرا قران في عزاء مسيحي لانه كان لقاء مؤثر جدا جدا جدا. وبكره ان شاء الله اول حاجه هتتذاع في الحلقه كان عندي اختيار ازياء ده ولا سما. الناس فضلت تقول لي هيشوفوا العمليات هيقلبوا وحاجات كده ما بيهمنيش قوي اعمل اللي عليا وخلاص. احنا محتاجين فلوس جدا جدا جدا. ناس كتير بتموت، ناس كتير عايز تقف على رجليها، ناس كتير قوي. انا ممكن اطلعهم احنا لمنهم مصورينهم بس حط نفسك في نفس الموقف. مش عايزه اطلع الناس على التلفزيون من فضلكم. مش عايزه اطلع الناس على التلفزيون. بطلع قليل قوي 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 عشان تعرفوا فلوسكم بتروح فين. بطلع المميز قوي، بطلع اللي بيحصل فيه معجزات. لو سمحتوا لو سمحتوا والله هتفوتكم فرصه كويسه قوي قوي قوي. انا اكتر واحده عارفه انا اتحفر لي حفر كتير قوي وناس كانت عايزه تولع فيا ومؤامرات مش حاجه نفعت عشان كان دايما دايما الخير بيدور عليا وبيرجع. الدعم الوحيد هو اللي انت هتعمله اللي هيلف ويرجع لك. تعالوا نروح لفاصل ونرجع. في اخر الحلقه النهارده فكرت بالنيابه عنكم وعشان حاجه مهمه قوي. احنا دايما بنفتكر امهاتنا في عيد الام ونجيب هدايا في عيد الام وبرامج تتكلم عن الام في عيد الام وحاجات كده وكتير منا بيتخانق مع امه وكتير مننا بيختلف مع امه وكتير مننا بيبقى شايف ان كلامها ممل وكتير مننا بيشوف انها زنانه كتير مننا. نفس الحكايه دلوقتي بشوفها في عيون ولادي. يعني ما افضل اقول له ايه مثلا صلي البس ما تخرجش من غير جاكيته. نفس النظره اللي كنت بديها لامي هو بيديها لي دلوقتي اللي هو حلي عني بقى. ففكرت النهارده الحقيقه ان انا اشكر امي لان انا مطلعه عينها وبالنيابه عنكم بنشكر امهات مصر كلها والوطن العربي. احلى حاجه في الدنيا انك تبقي ام والناس اللي ربنا ما كرمهاش باطفال انا بدعوكم انكم تبقوا امهات. مش كل اللي خلف بيبقى ام. في ستات كتير وبنات كتير في دور الرعايه وفي كل مكان محتاجه لكم. الامومه دي من اعظم الحاجات اللي في الدنيا. والنهارده بنختم حلقتنا بان احنا بنشكر كل الامهات، الامهات اللي بتسافر مع ولادها، الامهات الولد اللي لسه بيقول امي تعبت معايا قوي، الولد عايز يخف عشان يريح امه. ما قالش انا عايز اخف عشان انا عايز ابقى كويس، لا عايز اخف عشان امي تعبت معايا قوي. ففكرني دلوقتي ان احنا لازم نشكر امهاتنا كلنا وامي بالاخص لانها تعبت معايا جدا جدا، انا شخصيه صعبه جدا. وعملت لي حاجات كتير جدا من غيرها كنت ببقى ولا حاجه، هي اللي عملتني يعني. في عز ازماتي اللي بجد ما بلاقيش غيرها. ما بلاقيش غيرها خالص، هي واختي طبعا، لكن امي بتبقى الدعم الاول. تعالوا نوجه كلمه لامهات مصر والوطن العربي فوق راسنا من فوق. بنشكركم وبنقدركم وبنحبكم وربنا يديمكم علينا نعمه.